صباح الخير لكل يلي انضموا لنا. أسبوع جديد ونهار جديد منطلفة عليكم، على أمل يكون هالأسبوع حامل معه كل خير، كل أمور حلوة حتى تقدروا تكفوا الأسبوع بنشاط وبإيمان وأمل. كثير من الأشخاص بيتفائلوا بوجود بعض الأشخاص حواليهم، والبعض الآخر بيعتبر الأشخاص يلي هن موجودين حدهم عم بيأذون أو عم بيجربوا ياخذوا من الطاقة الإيجابية اللي موجودة عندهم. كثير أمور إيجابية بالحياة بتجرب تخلينا نتقدم للأفضل، نتقدم للأحسن، نتقدم حتى نتطور، خاصة بحياة العملية أو بحياتنا الشخصية والاجتماعية. ولكن دايما خلينا نحط قدامنا الأمور الخيرة حتى نقدر نكفي ونشوف الأحسن، لأنه إذا دايما بنحط الأمور السلبية رح نلاقي السلبي بحياتنا. نتفائل بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه، ونحن دايما متفائل بالخير. نحن وياكم بصبحية مميزة، مواضيع مختلفة مثل ما تعودتوا بفقراتها الثابتة، مثل كل مرة رح نكون نحن وياكم مع أمين عبد العال من غرفة التحكم المروري تنتعرف على حركة السير على الطرقات اللبنانية. من بعد ما نروح تنتعرف أكثر على حال الطقس، اليوم رح تكون معنا جوسلين بوفارس رئيسة قسم من مطار رفيق الحريري الدولي. وما بننسى أيضا الفقرة الرياضية الصباحية مع دوري وغريس حداد يلي بيساعدونا تنحافظ على لياقة بدنية، وأيضا ما بننسى الزميل داني حرب بسبورتس نيوز سيجمنت يلي دايما بيخدنا لعالم الرياضة حتى نتعرف على تفاصيله. أولى ضيوفنا لليوم رح يكون الدكتور بشير الياس، اختصاصي جراحة سرطانية وجراحة بالمنظار إضافة للجراحة العامة، واليوم رح يتناول موضوع الأمراض السرطانية بالجهاز الهضمي. وأيضا من ضيوفنا لليوم سناء ضوء، أمينة الإعلام بجمعية الكشاف التقدمي، وموضوعنا نشاطات جمعية الكشاف التقدمي لمناسبة اليوبيل الذهبي. منتابع أيضا ورح تكون ضيفتنا الكاتبة دحى رؤوف تحت نحكي عن إصدار جديد لها بيحمل عنوان زند الحجر. وطبيعي اليوم أيضا رح يشاركني بتقديم هذه الحلقة الزميل جو الحود. ومن ضيوفنا لليوم رح يكون ريدان حرب من نادي لبنان الدولي بعقلين، وأيضا رح يكون ضيفي الفنان التشكيلي شرب الحلال حتى نحكي أكثر نحن وياه عن كيفية رسم بورتريات المشاهير. والختام رح يكون مثل كل نهار تنين مع فقرة فاشن وسارة كيروس. البداية مثل العادة رح تكون مع غرفة التحكم المروري وأمين عبد العال تنتعرف على حركة السير اليوم بلبنان. كيفية؟ صباح الخير. صباح الخير. الو، يلا صباح الخير. امين عبد العال عم تسمعني؟ ايه صباح الخير، انا عم بسمعك. الو 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 الو، صباح الخير. صباح الخير. تفضل، اعطينا فكره سريعه عن حركه السير على الطرقات اللبنانيه. عم تسمعيني؟ صباح الخير. دل مثل العادة بنبدا بالحركة، بنبدا بمدخل الشمال، يعني نشوف حركة سير ناشطة من نهر الكلب باتجاه الرويال الضبية، ببلش حركة كثيفة من الضبية باتجاه انطلياس، كثيفة أيضا عن انطلياس، طريق البحرية حركة سير كثيفة، انطلياس الساحة باتجاه الأوتوستراد أيضا حركة سير كثيفة، بكفي كثيفة على الاستراد لنهر الموت اللي نازل من المتن السريع، عم نشوف حركة سير كثيفة ايضا، بترجع بتكفي الحركة ناشطة من الدورة باتجاه كارانتينا الشهر الحلو حتى الصيفي وصولا للوسط التجاري، عم نشوف بالفاصل الفيل، عم نشوف حركة ناشطة على الاشارات باتجاه الصالومة، بتكفل حركة سير كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك اللي طالع على جسر الواقع، عم نشوف حركة سير ناشطة وأيضا حركة سير طبيعية عم تكون باتجاه الحبتور وباتجاه المكلس، وتكفل حركة ناشطة من الحايك باتجاه جسر الواطي مثل ما شايفين، مدخل الجنوبي عم نشوف حركة سير ناشطة من المدينة الرياضية باتجاه الكولا، بتكفل حركة ايضا ناشطة من الجسر الكولا باتجاه سائل اسلام، ترجع تصير كثيفة اول سائل اسلام، عم نشوف حركة ناشطة من الكولا باتجاه كونش المزرعة، مدخل الشرقي عم نشوف حركة سير ناشطة من اليرزي باتجاه الصياد، بتكفي الحركة ناشطة ايضا من الصياد باتجاه الكارنتينا مرورا باتجاه الرئيس لحود،
لسه البيجو باتجاه الأشرفية حركة سير طبيعية، جسر العلية باتجاه الأشرفية نشوف حركة سير كثيفة، من العدلية باتجاه المتحف عم نشوف حركة طبيعية، بتكفي طبيعية باتجاه البربير، تقاطع عمر بيهم باتجاه شارع الخوري عم نشوف حركة سير كثيفة، باتجاه كف الحركة باتجاه البربير طبيعية، لا كورنيش المزرعة أيضا حركة سير عم تكون ناشطة على أول كورنيش المزرعة، أشرفية مرن أولى عم نشوف حركة سير كثيفة من مرن أولى باتجاه برج الغزال، بتكفي الحركة الناشطة من برج الغزال وطبيعية باتجاه برج المر، بتصير كثيفة على مدخل الحمراء، كورنيش البحر على عين مريسة عم شوف حركة سير طبيعية بالاتجاهين، واللي طالع على الحمراء عم شوف حركة سير طبيعية أيضا. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. بالنسبة لمحاضر السرعة الزايدة اللي صدرت عن قوى الأمن الداخلي بال 24 ساعة الماضية 1029 محضر. بالنسبة لإحصاءات الحوادث سجل عنا 18 حادث نتج عنهم قتيل و20 جريح، كفانا بقى. بنرجع بنذكر للتواصل بغرفة التحكم المروري الاتصال على 1720، متابعتنا على السوشيال ميديا تويتر @TMC Lebanon، فيسبوك غرفة التحكم المروري. هذا كل شيء. شكرا لك امين عبد العال، يعني ما فينا ما نتابعكم من غرفه التحكم المروري حتى نعرف كيف نتوجه على الطرقات اللبنانيه، خاصه مع زحمه السير الخانقه اللي عم بتكون بالمدينه. مشاهدينا صباح الخير لكم لليوم، وين ما كنتوا عم بتابعونا برحب فيكم لحلقتنا لليوم. طبعا بدايه لقاءاتنا الحواريه بتبتدي لليوم، وتحديدا رح تبتدي لنضوي نحن وياكم على موضوع سرطان المعده وسرطان القولون تحديدا. اختارنا هذا الموضوع لليوم مع طبيب لبناني بنفتخر فيه، طبيب لبناني فعلا عم بي خليني اقول يعني عم بيسخر كل طاقاته بعالم الطب لحتى فعلا يكون عم يخدم بلده. بدي اقول انه هو ابن بلده ميفوق الجبيليه، تخرج من الجامعه اللبنانيه باسم الجراحة العامة، ومن بعدها استكمل دروسه وتخصصه بالجراحة بالمنظار ببلجيكا ثم بالجراحة السرطانية بفرنسا. هو طبعا اليوم تابع لأحدى أكبر المستشفيات اللي بتضم، أو بالأحرى خلينا نقول يعني منظومة مستشفيات بتضم ست مستشفيات فرنسية. كمان خلينا نقول أنه هو منتسب لنقابة الأطباء الفرنسية، بالإضافة لهذا كله أيضا حائز على جائزة فيليب موري، وأيضا خلينا نقول أنه رجع لوطنه ليخدم وطنه. أهلا وسهلا فيك دكتور بشير الياس، صباح الخير. صباح الخير، اهلا فيك. تمام، يعني بدي اقول لك شكرا لانه فترة وجودك بلبنان قصيره وخصيتنا بهيدي المقابله. ميرسي لكم، اهلا وسهلا فيك دكتور. شو يعني سرطان المعده وسرطان القولون؟ يعني المصطلحين شائعين اذا بدك وبنسمعهم كثير، وبنعرف انه في سرطان معده وسرطان قولون، ولكن هل في انواع منهم؟ كيف فينا نحكي، كيف فينا نبلش بهذا الموضوع؟ لا، السرطان بحد ذاته ممكن يصيب حيال اي عضو بجسم الانسان. الجهاز الهضمي هو جهاز من هالأجهزة بجسم الإنسان. نعم. يلي من التم لحديث المخرج. منهم المعدة يلي بتهضم الأكل، والقولون يلي هو بيصرف الأكل. الأكل السرطان بحد ذاته، كلمة سرطان وقت نقول مرض ممكن يكون حميد ممكن يكون خبيث. المرض الحميد يلي هو هالأمراض يلي بتجي تورم ليفي بسيط ما عنده عوائب وخيمة على المدى الطويل، ما بينما كلمة سرطان هي وقت بكون عندنا مرض خبيث ورم خبيث، ورم خبيث بصيب المعدة أو بصيب القولون. هلا رح نحكي اليوم بس عن المعدة والقولون، عن المعدة والقولون في يعني بنوسع بعدين، ولكن خلينا نبلش بموضوع المعدة تحديدا. في أنواع لسرطان المعدة دكتور؟ في كتير أنواع، في عدة أنواع بيولوجية لسرطان المعدة مثل سرطان القولون. العوامل يلي بتأدي لسرطان المعدة أو سرطان القولون، أهم عامل هو الوراثة. يعني نحن إذا بالعائلة في كذا شخص عنده سرطان معدة أو سرطان قولون، أو حامل جين يعني جينيا عنده عامل بيأثر بالعائلة، ممكن يصير عنده سرطان معدة أو سرطان قولون. يعني حتى اللي حاملين جينات مش دومينار ريسيسيف تحديدا، مزبوط، بيقدروا يكونوا عندهم يعني عامل مؤدي لوصول لمرض السرطان. تاني عامل يلي بيؤدينا لمرض سرطان القولون أو المعدة هي الأكل. يعني الأكل بحد ذاته، اللحوم الحمراء، الدهونات، الأمراض، الأكل يلي ما فيهم كتير فيتامين سي، هو بيأدوا
ليزيدوا خطر الاصابه بمرض المعده او مرضان هن عناصر مساعده يعني لحالهم ما بيقدوا، ولكن بحال موجود عندنا كثير من العناصر هن بيساعدوا. مزبوط يعني. بس في عنصر مثلا تعطيك مثلا بالصين او باليابان بياكلوا كثير اسماك مدخنه الفيمي، عندهم نسبه سرطان المعده كثير عاليه. لدرجة انه عندهم النضور المعدي اجباري لكل الناس. يعني هيدي من الاكل يعني اللي نظام الغذائي طبيعي الاكل اللي بياكله ايضا هو مساعد لحتى نوصل لسرطان المعدة او لا. حكينا عن عامل الجيني، عامل الاكل. النصاحة بحد ذاتها عندهم ريسك، يعني الناس اللي عندهم نصاحة مفرطة عندهم ريسك انه كمان عالي للسرطان المعدة او القولون. ليش؟ الالتهابات. ليش يعني كيف نربط الوزن بالسرطان؟ لانه الخلايا الدهن هي بتزيد الافرازات الهرمونيه يلي بتؤدي لسرطان المعده او سرطان القولون. ولقيوا كمان انه في التهابات خاصه بالمعده في بكتيريا اسمها اليكوباكتر بيلوري بيلوري، يمكن شائعه وفي كثير ناس عندهم اياها ما بيعرفوا. هالبكتيريا بحد ذاتها اذا موجوده مفروض تتعالج، لانه اذا بتتعالج بتخفف ريسك 80% انه يصير عندنا سرطان بقلب المعده. نعم، لكن بدنا ننتبه لهيدي البكتيريا. لكن الناس اللي عندهم بدانه، في موضوع مراقبه بهذا الاطار، يعني في من الناس اللي عندهم بدانه يعملوا فحوصات دوريه، شو بيعملوا بهذه النقطه؟ احسن شيء للناس اللي عندهم بدانه انه يحيروا البدانه، يعني اذا خففنا البدانه المفرطه، مش البدانه الوزن الزايد عم بحكي، البدانه المفرطه. بس انا بدانه الشديده فوق 50 كيلو بعتقد يعني. مزبوط، هيدي بتخفف الريسك على المدى الطويل انه يصير عندنا بالمعده او بال. تمام، لكن من بعد العنصر الجيني الوراثي الى العنصر الاكل بعدين رحنا الى البدانه الالتهابات والبكتيريا. الالتهابات وبكتيريا وبدانه. دكتور، يعني موضوع سرطان المعده اللي ايضا تحول الى موضوع رائج يعني بالفتره الاخيره، بعد يعني ما بعرف النسب قديش، ولكن حسب القراءات يعني بعد سرطان الدم وسرطان الثدي الاكثر شيوعا عند النساء عم بيجي سرطان المعده. كان هو سرطان الكولون اكثر من سرطان المعده نسبيا، لانه بالدراسات بينت انه هو عند الثاني ثاني سرطان نسبيا بعد سرطان البروستات عند الزلمه. نعم. سرطان الثدي عند المراه. عند المراه سرطان المعده بيجي خامس سرطان نسبيا بالجهاز الهضمي. يعني بالمرحله منه كثير، وخاصه بالبلدان يلي عندنا بالشرق الاوسط منه هالسرطان كثير، منه منتشر كثير. اكثر هو سرطان القولون يلي منتشر. دكتور، اوجاع المعده كثيره خاصه بهذا الزمن، يعني كثير بنسمع عن اوجاع المعده. وبتعرف يعني بعتقد نمط سريع يومياتنا الفاست فود كلياتها عناصر مساعده ليكون عندنا اوجاع معده اكثر. كيف بنعرف اليوم اذا نحن لا سمح الله عندنا اوجاع معده معقول يكون عم بيقد يعني من وراه في عندنا اي موضوع خبيث؟ انا بقول لهم كثير المرضى، يعني كل مرضى بقول لهم انه الجسم هو يعني بحد ذاته ألارم لنا، يعني حيلا عارض بسيط بكون الجسم عم بينبهنا، ممكن يكون شيء خطر ممكن يكون لا. أول شغلة هي العمر بحد ذاته، بس يكون واحد متقدم العمر هو ريسك أنه يكون يلتقط سرطان بالمعدة أو بالقولون. يعني واحد عمره 20 سنة إذا وجعته معدته قليل تيكون عنده سرطان، أو عمره 30 أو 35، إلا إذا كان بالعائلة عندهم وراثة بهالشيء. نعم. إجمالاً هالأنواع السرطان بتجي بعد 50 سنة، بحالات نادرة بتجي قبل 50. يعني إذا العمر، تاني شغلة إذا المريض بلش عنده أوجاع منا مفهوم كتير، يعني وجع معدة على مدى جمعة جمعتين ثلاثة أربعة، هيدي يعني بعض الدلالات والعلامات من الجسم إنه في شيء مش مزبوط. تاني شغلة هو ضعف، يعني حتى لو المريض عم بيأكل بيقول لك المريض عم بيأكل بس عم بيأكل عم بضعف، من عم بقبل اكل معين خاصه بالمعده بسرطان المعده كل شيء لحومات، بصير المريض يقرف شوي من اللحومات، بصير يتعب اكثر، وخاصه اذا لقى بالخروج عنده دم. هيدي اشاير كثير مهمه، اذا عندنا دم او لون الخروج اسود. نعم. هيدي اشاير كثير مهمه انه لازم يستشير طبيب، لانه ممكن
يكون مبلش عنده بداية سرطان يا بالمعدة يا بالقولون. نعم، لكن كل هذه علامات معقولة تشير انه في سرطان، ومعقول ما يكون في سرطان، يكون في اشياء تانية. المهم انه نتابع اي اشياء غريبة بنشوفها بجسمنا، اي علامات ضروري انه نتابع تماما. دكتور، العلاج يعني للأسف يعني علاج السرطان وكأنه صرنا مسلمين كلياتنا، انه ما حدا يصاب بسرطان وبيشفى، او بالأكترية يصابون بسرطان انه ما بيشفوا، او بيتكرر، او ما بعرف شو بده يصير، او في نهاية حتمية لكل المصابين بمرض السرطان. هل هذه الصورة فعلا صحيحة؟ يعني نحن منشوفها منتبعها. قديش اليوم الطب عم بيتطور فعلا؟ قديش نسمع عن شركات تبغى الربح والتجارة بمرض السرطان؟ هل في حلول؟ ما في حلول؟ وإنا نحن من العلاجات؟ يعني هاي الصورة خاطئة جدا، إنه إذا واحد عنده سرطان ما بيشفى. طيب. لأنه سرطان نحن منعالجه حسب المراحل المتقدمة أو منا متقدم. يعني بكل بساطة، إذا أنا مريض إجا لعندي عنده وجع معدة صار له جمعة أو جمعتين، عمره 65 سنة، عملت له نضور للمعدة، لقيت عنده سرطان بعده بمراحله الأولية، بعده ما تقدم أبدا، ممكن نعالجه، نشيل هالسرطان بعملية جراحية ويصح كليا ويصير المدى حياة عنده مثل حياة لشخص. بينما الشخص يلي بيهمل العوارض اللي عنده بيوصل بمرحلة متقدمة من السرطان، طبيعي هالمريض نسبة الشفاء عنده أقل. من شان هيك أنا بقول لهم المرضى، يعني منه هو حد ذاته المرض يلي هو بخوف، هو اللي بخوف قدام نحن بنهمل وقدام نترك هالمرض يتقدم بجسمنا. هلأ في حالات بيجي المرض، يعني للأسف بيجي دغري متقدم، المريض ما بكون حاسس بشي، أو بيكون حاسس بأشياء منا كتير متبعها، حاسسها أنه بديهية. أو نحن بنهمل حالنا يعني صحيا، نحن اللبنانيين يعني بتعرف فيه. الفاتورة الصحية كمان بحد ذاتها بتخلينا نقول أنه معلي الحكيم بعدين منروح لعنده لنستوي، إذا بدنا نوصل لمرحلة أنه خلاص ما في قدامنا حال تاني لنتوجه لعنده، ولأنه منبدي أوقات كل شيء على صحتنا. يعني من للأسف، يعني أنا بقول لهم إذا واحد عنده بسيارته حرتقة صغيرة أو ضجة دغري بيركض بيشوف الميكانيسيان، بس ما بينه بجسمه بيعطينا أشاير، بيجوا لعندي مرضى عندهم دم بالخروج من 4 أشهر، يعني شغلة منا طبيعية إنه يكون في دم بالخروج، بيدقوا حالهم 4 أشهر 5 أشهر، طبيعي إنه يوصل هالمرض لحالات متقدمة. هلأ العلاجات، إذا فينا نبلش بالعلاجات، العلاجات في كذا نوع من العلاج. نعم، طبيعي نسمع فيهم كتير، في الشميو، في قبل هيك يعني فينا نبلش العلاجات في الجراحة يلي هي علاج أساسي بالأمراض السرطانية، وهلأ صارت الجراحة هي اختصاص بحد ذاته للأمراض السرطانية. يعني بيعمل واحد جراحة عامة وبيكفي اختصاص جراحة سرطانية، لأنه السرطان بده جراحة متخصصة لأله. بعدين في العلاجات يلي هن شيميوثيرابي، العلاجات عندنا الراديوثيرابي، وهلأ أكتر وأكتر العلاجات بالأرمونوثيرابي أو علاجات عبر الأرمون، بالأرمون بالهرمونات، أو العلاجات يلي بس بتصيب متخصصة بتصيب الخلايا السرطانية، لأنه مثل ما شائع أنه الشيميوثيرابي بتصيب الخلايا المنيحة ومش منيحة، هلأ صار في كمان علاجات أكتر مضادات للخلايا السرطانية. وهالعلاجات كلها ما في نوع سرطان واحد أو علاجات كلها لنوع سرطان واحد، حسب نوعه، كل نوع حسب قد ايه متقدم منبلش نحن، يا أنه جراحة، يا أنه علاج بعدين جراحة، يا أنه علاجات، يا أنه راديوثيرابي، حسب كل مرض، حسب كل مرض، كل ملف، يعني كل ملف مزبوط. على حدا يدرس بهذا الإدارة، هو المفروض هيك يصير. انه دكتور، هذه الاشياء يعني هذه العلاجات التقليديه اللي كلنا يعني بنسمع فيها، يا جراحه، يا اشعه، يا راديو، يا يا يا, يا. طب اليوم لايمتى رح نستمر بهذا النمط من علاج السرطان؟ في عنا افق، في افاق، لانه يعني انت عم تقول مش الكل يعني بتكون نهايتهم بتشبه بعضها بمرض سرطان، ولكن الصوره اللي بنشوفها بمجتمعنا نسبه الشفاءات اقل بكثير من نسبه الناس اللي للاسف السرطان بيغلبها وبيغلب حياتها. هل في افاق يعني ايجابيه باطار مرض السرطان؟ يعني هل رح نوصل، يعني في شيء ملموس، دراسات جديده، علاجات جديده؟ في كثير علاجات جديده يلي بتوصل المريض يصح كليا من المرض. الشغله يلي نحن شوي خاطئه بمجتمعنا انه بنسمع بالمريض يلي متقدم عنده المرض، ما بنسمع بالمريض يلي كان عنده كونسير وشفى منه وصار حياته مثله حياة شخص. اهم شغله بمرض السرطان خاصه بالمعده والمصران، انه يتابع من اول ما ببلش بطريقه مزبوطه، يعني يندرس ملفه مزبوط،
وينعطى العلاج المناسب، الجراحة، شيميوثيرابي، الأشعة، راديوثيرابي، الهرمونات، المضادات المركزة على المرض، هو كلهم بعدهم علاجات، حتى برا علاجات نافعة إذا قدرنا نحن اكتشفنا المرض ببدايته والمريض بصح. هلا يلي عم بيصير أكثر وأكثر إنه عم بيصير في علاجات مصوبة بس على الخلايا السرطانية يلي قبل ما كانت، يعني إحنا وقت تنعتبر بالجراحة أو بالشيميوثيرابي أو بالراديوثيرابي كنا نروح نعطي إذا عندنا مرض بالمعدة أو بالمصران نعطي أشعة أو شيميوثيرابي لهالجسم كله. صحيح. ما يعود الخلايا المنيحة تتضرر مثل خلايا السرطان. هذا تماما اللي بدي اقوله اليوم، يعني في النتائج السلبيه لكل الادويه تبع السرطان. يعني اليوم اذا حكينا شيميو، علاج شيميو او راديو او 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 جراحه، طيب عندهم اليوم هذه السايد افكت الموجوده عند عند هذه الادويه، هل كمان عم تنحل في اطار هذه يلي صرنا عم نشتغل اكثر واكثر عليها؟ انه صار في ادويه من 3 سنين و4 سنين مصوبه بس على الخلايا السرطانيه، يعني على منطقه الخلل اذا فينا نقول مزبوط على الخلايا السرطانيه، ما بتصيب الخلايا المنيحه. نعم. لانه الخلايا السرطانيه على غلافها عندها ريسبتور، عندها مثل موجات تلقط بس هالادويه. وصار المريض اكثر واكثر صار في علاجات هلا بالحبوب، يعني كنا قبل نسمع شيميوثيرابي بالعرق ويضلوا 3 ايام بالمستشفى، صار في المريض يطلع على بيته ياخذ العلاج بالحبوب ويمشي الحال بس برجع بكرر هالعلاجات هيدي مريض وملف كل واحد وحده. صحيح. يعني صحيح. ما فينا نعمم انه ولا عنده سرطان معده لازم خلص يروح على الشيميوثيرابي، كل حاله هي خاصه وكل حاله تدرس على حدا بهذا المرض. وفعلا يا ريت عن جد كلياتنا انه نتابع من الاول اي اشاره سلبيه نتوجه عند الحكيم، حتى لو اوقات الظروف الماديه ما بتسمح لنا، لانه الفاتوره الاستشفائيه بلبنان بتكلف وبتكلف كثير للاسف، وان شاء الله يكون في حلول قريبه بكل الاحوال بهذا الموضوع. بكل الاحوال وقت بنكتشف المرض بالاول وبنعالجه الكلفه بتكون كثير اقل من انه نعالج بكثير الاسباب او الكونسيكونس تبعه لما يكون بصوره متقدمه. ان شاء الله السرطان يعني هذا المرض اللي هو مرض العصر بكل الاحوال تخف وطئته علينا، وطئته على عيال كثير فعلا عم بيسبب كثير من السلبيات. كلنا امل بكل الدكاتره اللي مثل حضرتك دكتور فعلا بكل شيء عم تقدموه بهذا الاطار. وبدي اقول كمان وزارة الصحة أيضا عم تعمل بطريقة جدا إيجابية وجدا نشطة مع كل مرضى السرطان بتأمين الأدوية اللازمة. صحيح كان في عنا مشكلة صغيرة قطعت بالشهرين اللي سبق، ولكن أيضا تم علاجها بطريقة سريعة وكل مرضى السرطان رجعوا ياخذوا أدويتهم. بدنا ننهي بشيء أنا بحب ركز على شغل الوحدة، إنه الوقاية حتى بمرض السرطان أو الكشف المبكر عن مرض السرطان هو العلاج الأنسب لمرضى سرطان. تماما. يعني دايما مثل ما قلنا من الاول العنايه، يعني مثل ما بيقولوا العلاج او بالاحرى الوقايه خير من قطار علاج. اهلا وسهلا فيك اختصاصي بجراحه سرطانيه وجراحه المنظار وجراحه البدانه ايضا دكتور بشير الياس، شرفتنا. شكرا لك، شكرا لكل المعلومات اللي اخذناها منك. اهلا وسهلا. مشاهدينا ايضا نحن وياكم بنتابع مع مجموعه لقاءات لليوم، بينضم لنا باللقاء التالي رئيس النادي اللبناني الدولي بعقلين ريدان حرب، ولكن بهذا الوقت بنروح نحن وياكم لتقريرنا الاول لليوم اللي بياخذنا الى منطقه صغرتا الزاويه وتحديدا مع توقيع الزميل روبير فرنجيه كتابه الثالث بيحمل عنوان شو اسمك. شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك. شو اسمك؟ قلي شو اسمك يا شاغل هالناس بحسمك. مرة جديدة بيأكد الإعلامي روبير فرنجية إنه الإعلام مش مهنة عابرة ولا مهنة محدودة بزمان ومكان أو إذاعة وتلفزيون وجريدة. شو اسمك؟ الإصدار الثالث للإعلامي فرنجية بينقلنا لسجلات النفوس لتبلش أرقام السجل بالمحبة وتنتهي بالوفا. يا مصور بعيوني رسمك. شو اسمك؟ وشوشني وخليك كلامك ينعشني وعالكلمة الحلوة يعيش. هيدا قاموس الأسماء الفنية منظر أخذ شغل 3 سنين، يعني أنا بين الكتاب والكتاب في 3 سنين ونص، يعني بين غيبة الشمس الأسعد السبعة لي وقاموس الأسماء الفنية 3 سنين. أنا بحب الأعمال اللي هي وليد الصعوبة، هو كان بالأساس ربريك على موقع إلكتروني لبنان فايلز، أنا طورته وحولته لمادة علمية، يعني اعتمدت على بطاقة الهوية ضمن الميزون باج. يعني كل فنان ليش غير اسمه
ليش بنسمي الاسم الفني. طلع معي اكثر من 365 اسم يعني بعدد ايام السنه، كشفت عن اسامي الفنانين الحقيقيين الراحلين بالجسد واللي بعدهم موجودين. بوب هو لأكثر من قسم، بترك يعني القارئ متعتي يفلفش فيه ويكتشف تبويبه. أنا مبسوط كتير لروبير أنه اليوم عم وقع كتابه الثالث، وكرمال هيك أنا جيت لحتى شاركه هيدي الفرحة ولحتى أقدم أنا هيدي الحفلة، لحتى أقول له لروبير شكرا، لأنه هو كلنا بنعرف قد ايه واقف حد الدراما اللبنانية وحد الممثل اللبناني. بنهني لأستاذ روبير بهالعمل القيم. أستاذ روبير له فضل على الثقافة والكتاب والكلمة، وشارك بكثير من المناسبات ورفع اسم صغار تعالي. نحن متشرف أن يكون في أشخاص إعلاميين بعالم الفن وعالم الأدب مثل الأستاذ روبير. هذا جهد كتير كبير عم بيقوم فيه، عم بتطور ويطور المجموعة اللي حواليه. متشكركم. روبير من الكتاب المتابعين والمثابرين في موضوع الثقافة وفي الكتابة عن المثقفين وعن الفن الأصيل اللبناني. حبيت الفكرة وهيك فيها بحث عن مجموعة أسماء إلى تاريخها بالفن وبالإعلام، فنقول له ألف مبروك وإن شاء الله دايما بهالهمة. روبير من الأشخاص النضاف مهنيا، يعني عرفت كيف، شخص شفاف مخلص لعمله، بحب الفن ومخلص للفنانين إجمالا. يعني كل كتاب بيصدر من عند روبير بيكبر قلبنا فيه، وبعتبر أنه هيدا الشيء بترجم نشاط روبير وقدرة روبير على تحويل العمل الإذاعي مرة على الشاشة ومرة أخرى داخل الكتاب. عادة الكلمة بتطلع من الكتاب لتروح على الإذاعة، مع روبير دايما عكس السير بس بالاتجاه الصحيح. بتصور مثل كل مرة روبير بيعمل عمل بيبقى موثق ووثيقة بتبقى موجودة عندك بمكتبتك للتاريخ. أنا بدي أتشكره على هيدا الكتاب اللي عملوه، ونتمنى له التوفيق الدايم بمسيرته. هذا يوم حضر له روبير له زمان، وانا كنت متابع هذا الموضوع، واسمي موجود بالكتاب مع صوره عن الباسبور مع كل شيء. لا انا بوثق بروبير. هذا الكتاب اليوم اندل على شيء، فبدل انه هالزلمه عن جد موسوعه بمجال الصحافه والاعلام، وان شاء الله كل اعماله بتلاقي استحسين كبير عند العالم، مش بس بلبنان بل بالمنطقه كلها كمان. انا بدي اقول له مبروك لروبير فرنجي، لانه نحن معودين على حرفيته وعلى أخلاقه العالية. هو همزة الوصل بين المبدع وبين اللي بيحب الإبداع، فلازم يكون عنده محبة عالية ولازم يكون عنده مصداقية وصدق، وهو كلهم موجودين، واحترافية هو كلهم موجودين بروبير فرنجي. بدي أقول له ألف مبروك على كتابه الجديد، وإن شاء الله بيصير عنده 100 كتاب يا رب. روبير أنا وياه بالزمالة صارنا 30 سنة، 30 سنة بالزمالة بالشبكة، وبعرفه يعني، وبعرف عطاءاته وبعرف ثماره، واللي حكيتهم عنه حكيتهم من القلب، وعقبال 100 كتاب يعني مثل ما بقولوا عقبال 100 سنة. أنا بدي أقول لروبير مثل ما عرفناه إنسان طيب بنور اسمه، اليوم عم بنور مكاتب لبنان بأسماء كبار الفنانين اللي ما بنعرف حقيقة أسمائهم. لما الإنسان بيضوي على الحقيقة بيكون هو ابن الحقيقة، وهيدا روبير. روبير بهيدا الكتاب شو اسمك عم يترك بصمة أو عم يترك مساحة جديدة هلأ لأهل الفن اللي غيروا أسماءهم وعرفناهم بأسماء مستعارة. ليش وكيف؟ حلو يعني من الفضول العلمي إذا بدك إنك تتعرف على هالقصص وعلى النواحي اللي ما حدا استرجع يكشفها إلا روبير فرنجي. بدي وجه تحية كتير كبيرة للإعلامي الصديق روبير فرنجية، وأكيد بدي يكون حده بكل مناسبة، لأنه هو بكل مناسبة روبير بيكون حدي.
مشاهدينا متابع سوا بصبحيتنا، بدي اقول شكرا للزميل الاستاذ منذر مرعبي على هذا التقرير اللي اعده طبعا حول حفل توقيع كتاب شو اسمك لروبير فرنجي. منتابع نحن وياكم بلقاءاتنا لليوم، لقاءنا التالي رح يخدنا الى بعقلين وتحديدا مع نادي لبنان الدولي ورئيس النادي استاذ ريدان حرب. استاذ ريدان صباح الخير. صباح. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. استاذ ريدان خلينا نقول بدايه، يعني حضرتك ما بتحب الاعلام، يعني ما لك صديق انت والاعلام ولا الاطلالات الاذاعيه ولا التلفزيونيه ولا المكتوبه. النادي مش خلينا نقول مش جديد، نادي من 97 تم تاسيسه ومستمر لليوم، ولكن قليله جدا اطلالاتك الاعلاميه. اليوم اخترت شاشه تلفزيون لبنان لا تحكي عن النادي، اهلا وسهلا فيك، ولكن ليش؟ هو لانه نادي لبنان الدولي في انسجام ما بين نادي لبنان الدولي وتلفزيون لبنان، وهذا التلفزيون غالي وعزيز. يعني انا لما اشوف هذا التلفزيون ما في عنايه من الدوله كافيه، هيدي بتعز عنا. يعني لو رجع القرار لنا كنا نحن ندعم هذا التلفزيون وبنوقف حد هذا التلفزيون الى اقصى الحدود وبنجعله هو المنبر الاول للاعلام في لبنان، ولكن للاسف انه الاعلام عم يقوى بطريقه ما على حساب هذا التلفزيون اللي نحن بنتمنى له الدوم. احسب هيك انا يعني حبيت الفكرة والطريقة اللي اتصلوا فيها الشباب، يعني حسيت انه ما فيني اشكل لهم لا، يعني كمان في شيء كلنا لازم نوقف حتى التلفزيون. اهلا وسهلا فيك وشكرا لكل الزملاء بفريق الاعداد بكل الاحوال على اختيارهم دائما لكل المواضيع. لبنان الدولي، نادي لبنان الدولي تحديدا، شو هذا النادي؟ كيف تعرفنا عنه؟ نادي لبنان الدولي هو تأسس سنة 1997. نحن كنا نشتغل بطريقة بعمل خفي بشكل عام. نشاطنا كان هو رياضي بالأساس، ومن ثم تطور بعد ما نحن صرنا نسافر ونظهر لبرا ونجول بالدول ونلاحظ بعض الثقافات اللي هي محاجة إلى شبابنا. هالخبرات بشكل عام صرنا نجيبها لشبابنا، تطورت معنا الفكرة، نوصل من الفنون القتالية وأساليب الدفاع عن النفس اللي هي بالقتال والدفاع والقتال الجسدي والعسكري فيك تقول، إلى الدفاع عن النفس بالطريقة الفكرية والثقافية والتربوية والاجتماعية. وهي الفلسفة اللي قدر اخرت نهار توصل لها نادي لبنان الدولي من خلال ممارسته لعدة هذه التفاصيل بشكل عام. يعني اليوم بالنادي شو بتقدمه للناس؟ الناس شو بتجي بتعمل بالنادي تحديدا؟ نحن بشكل عام اللي بنعمله بالنادي، الناس بتجي بتوضع عندك اغلى ما تملك في الحياة. يعني لما تجي تحط اولادها وفلدات اكبادها تجي هي توكلك فيهم. ثانيا انت كمدرب او مشرف على شخصية هذا الفتى او هذا الطفل، انت عندك امانه جدا كبيره امام رب العالمين بالدرجه الاولى وامام المجتمع بشكل بشكل ثاني. نعم. شو يعني تدريب الشخصيه؟ شو هي المهارات اللي بيكتسبها الولد عندكم بالنادي؟ مجرد ما انت تبلش تعوده للولد يتدرب بطريقه هو يكون عنده تغطيله المعنويه بداخله بشخصيته. نعم. وتقتله المخاوف الداخليه اللي بشخصه، تلقائيا انت بتكون عم تصنع منه شخصيه مميزه اجتماعيا. كرمال هيك يعني نحن التدريب هو الدفاع عن النفس، هي فلسفة جدا كبيرة. بعض الأندية بلبنان يمكن تخدم القشور أو باللعب القتالية، ولكن لما نخوض بعمقها بتلاحظ أنه الدفاع عن النفس هي فلسفة متميزة تقود المجتمع أنه يتكل كله سوا على نفسه، يكون آخر النهار هو قدران ما ينحني لأحد. صحيح الدفاع عن النفس هي واحدة من الفنون القتالية. صحيح أنه الدفاع عن النفس هي واحدة من الفنون القتالية، ولكن شو بتبني بالشخصية؟ يعني اليوم الشاب اللي بيوصل لعندكم اللي بيتدرب على الفنون القتالية اللي منها الدفاع عن النفس وغيرها، كيف بتصير شخصيته؟ هل هي شخصيته بتبقى مثل شخصية أي شاب تاني ولا لا؟ بصير عنده مهارات متخصص فيها، بصير في عنده بعض الإشراقات إذا صح التعبير بشخصيته؟ صدقني انه النادي لبنان الدولي فيه روحيه متميزه. هاي الروحيه بتنعكس على الشباب، والشباب لما يشوفوا هاي الروحيه تلقائيا هن بيكونوا مختلفين بمجتمعهم، بيكون عندهم اتكال على ذاتهم، بيكون عندهم نظره مختلفه نحو المستقبل. بيكون عندهم طريقه كيف هن قدرانين يصنعوا ذاتهم بذاتهم، كيف قدرانين يطوروا ذاتهم بذاتهم بدون اتكال على احد.
عفوا انا بجرب يعني. صح، اهلا 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 وسهلا فيك. اليوم اللي بيخضعوا للتدريبات عندكم يعني بتنمي عندهم مهارات جسديه، مهارات عقليه، مهارات فكريه، وبنفس الوقت بيبقى عندهم هيدي العلاقه بالمحيط اللي موجودين فيه. قديش مهم المتدرب على الفنون القتاليه يحسن استخدام هيدي المهارات الموجوده عنده؟ هي من الضروره ومن الشروط الاساسيه. اذا ما كان مدرب الفنون القتاليه عنده مشتغل على ذاته فكريا وثقافيا واخلاقيا واجتماعيا وتربويا، وبيقدر امرار يعني ينمي شخصية الفرد على كافة الصعد، يعني هو مشكلة إذا بيفوت على، لأنه آخر النهار الطالب لما يكون عبي طلع بشريكه أو بيطلع بمدربه، هذا التلميذ الصغير كتير بيقتبس من شخصيته. بالمدرسة ممكن ينسى أستاذه، ولكن مدرب الفنون القتالية أو مدرب التدريب الرياضي بشكل عام بيصير يقتبس شخصيته. فهذا إذا كان هذا المدرب ما عندوش عنده مشكلة بشخصيته، أو عنده لا أخلاقية، أو عنده لا ثقافة، أو عنده نوع من الخنوع والدل والهيك والاستسلام أو الاستزلام بطريقة ما بشخصية الشخص، هذه مشكلة. لا، صحيح. المدرب الفنون القتالية بده يعلمه أول شيء، بده يكون مثل قدام، إنه ما ينحني غير للحق، ويكون عم بيشغل عقله بشكل دايم، ويكون خرط نهار يعني عنده انتماء للأرض وللوطن وللبنان بشكل عام، مثل ما احنا سمينا نادي لبنان دولي بشكل أساسي. نعم، استاذ رايدان، بالإضافة للنشاطات خلينا نقول الرياضية الموجودة عندكم، أيضا في شيء اجتماعي بالنادي، في مجموعة منح، الإطار التربوي أيضا موجود عندكم، خبرني عن هذه النقطة لو سمحت. صراحة هاي انطلقت الفكرة لما صرنا نشوف الشباب بلبنان، وحتى خاصة تلميذ النادي لما يوصلوا لمحل الترمينال بيحسوا بمشكلة بمواضيع الجامعات، بيضطروا آخر النهار يطلقوا يدقوا بعض الأبواب من شان استجداء المنح. جينا نحن أخذنا فكرة أنه نحن عنا علاقاتنا كمان اللي هي علاقات على مستوى الجامعات وعلى مستوى كل الأمور، إن كانت سياسيا ولا اجتماعيا ولا كل الفعاليات الموجودة بالبلد. طبعا النادي بحجم هذا النادي من 97 خلق علاقات كبيرة، حتى علاقات أمنية مع كافة الأجهزة الأمنية بشكل عام. هاي وصلتنا لمكان ما، في كتير من الجامعات حبوا آخر النهار يوضعوا بعض، لما شافوا نشاطات النادي وإنجازات النادي حبوا آخر النهار يحطوا يعطوا النادي يكافئوا هذا النادي بطريقة ما وبمجهودنا وبعلاقاتنا. فإذا صار عندنا كمية كبيرة من المنح نحن قدرانين نكون هي تحت سلطة النادي وتحت إرادة النادي، لذلك نحن حبينا هؤلاء الشباب ما يروحوا آخر النهار يترجوا هذا ويترجوا ذاك. أصبح عندنا قانون ودستور بهذا النادي، اتفقنا نحن والهيئة الإدارية فيه إنه كل شخص آخر النهار بيوصل للترمينال متدرب بالنادي ومن أساسيات وفهمان أخلاقيات النادي وأسلوب هذا النادي وسلوكه وأدبياته وأخلاقياته، وصرنا نحن تلقائيا بنأمن له منحة جامعية. وهذا كانت آخر مرة كان في عندنا 37 منحة جامعية تقدموا، مش هين أبدا يعني. نعم، وفي منه 7 منح اختصاص كامل، يعني بيفوت من بيخلص الترمينال بيطلع مهندس بدون ما يدفع اي تكاليف. نعم، هون قديش فعلا يعني هيدي الروح الاجتماعيه وروح التعاضد بالمجتمع ضروريه. يعني اليوم كنادي عنده دوره بالمجتمع، مش بس بيكون على الهامش، انما ايضا بيكون بصلب احتياجات الشباب اللي موجودين بهيدا النادي تحديدا. كنت حضرتك بطل لبنان بالفنون القتاليه بمرحله سابقه، كيف اليوم رؤيتك للفنون القتاليه بلبنان؟ هل عم تاخذ حقها؟ هل موجوده بطريقه نشطه؟ شو هي احتياجاتها؟ كيف تضوي على هذا الموضوع؟ هلا ما عم تاخذ حقها من الطبيعي انه ما عم تاخذ حقها، يعني لبنان في شيء يعني كل امور بشكل عام يعني مش عم تاخذ حقها بشكل اذا بدي اسميها رياضيه، هل هي اذا بدي اسميها رياضه، هل هي رياضه جماهيريه او لا مش جماهيريه هذه الرياضه؟ مع انه نحن بنتابع الناس بتتابع الرياضه، المهم مين يفهم فلسفتها. يعني كل الانديه بتدرب بلبنان رياضه الدفاع عن النفس، ولكن نحن حسب سلوكنا في طقوس وفي مدارس وفي اساليب. نادي لبنان الدولي هو عنده طقوس معينة، عنده أسلوب معين على حسب ما بيفهم الفكرة. أنت شو فيك تطور فيها الفكرة، يعني أنت إذا بتخلص اختصاص معين بطب معين شو فيك تعمل أمور. نحن برمنا عدة أمور، وصلنا لفلسفة معينة. المشكلة بلبنان أنه الفنون القتالية هي بشكل عام بس تدرس بطريقة رياضة، ولكن هي أعمق من ذلك بكثير. هي تدريب روحي، هي تدريب نفسي، هي تدريب خلقي. ثاني شيء، في شيء كتير مهم بحب ركز عليه بالفنون القتالية، هي الرياضة بشكل عام عقليا بتنشط الدماغ، بتنشط العقل. هيدا الاكشن والرياكشن ما بين دماغ وجسم بتخلي العقل سليم. احسب هيك بتحس الفنون القتاليه عنده ثقه بنفسه، عنده صحيح. عنده هدوء، عنده رواق، عنده سرعه في توازن، عنده يقظه في توازن. هذا الاهم بعتقد، يعني التوازن ما بين العقل والجسد والقدره على انه يحسب الامور بطريقه فوريه وردات الفعل ايضا البديهيه، وهذا الشيء الاهم بنشاط الانسان. صحيح. ثاني شيء، ما يفهم حدا الفنون القتاليه هي اخر النهار بيقولوا لك لا يعتدي الفنون القتاليه فعلا، لانه هو اخر النهار هو في موقع الدفاع.
تمام. واليوم الفنون القتالية فيك تفوت فيها مع الأجيال، أنك أنت فيك تدافع عن نفسك بالعلم بالثقافة بالأخلاق بالأدب، بتلافي المشاكل، بتنمية اقتصادك حتى ما تقعد تعتز حدا، بتنمية أشغالك الحرة حتى ما تروح آخرة النهار لأنك تعمل اكتفاء ذاتي بمحل، نعم يعني ما تعرض نفسك لمحلات، هاي دفاع عن النفس، مش ضروري بس صحيح. تدافع عن نفسك أنت بمشكلة على الطريق أو آخر النهار إذا واحد تعرض لك، مع أنه يعني نحن اليوم بوضع أمني كمان يحتاج أيضا إلى يعني للدفاع شخصي بقى يعني بقى. لا صلى الدولة بتكون دائما عم تدافع عنا كلنا، ويعني ما حدا يحتاج الى اي دفاع شخصي. في عم تحطوا صور في طبعا صور عم بيطلع على الهواء. في مشاريع مستقبليه للنادي استاذ؟ من الطبيعي، وهلا طبعا بعد اخر يعني احنا يعني عملنا صرنا تقريبا حوالي 10 سنوات من عمل مهرجان تكريم الطلاب في الجبل في الشوف تحديدا، وهذه شغله خدينا على كل اهل الجبل بكل الاحوال، يعني جمهور محبب يعني للجمهور، واكثر شيء نحن يعني بهمنا صحيح هو النادي ببعقلين، ولكن في عده فروع، في فرع بخلدي، في بجهلي، وفي بنون معتزل من ما ذكرناهنش. الموضوع النادي هو موضوع بيدخل بروحنا، يعني بيدخل نحن بشيء كتير بهمنا، لأنه بجمعنا كلبنانيين بمختلف نحن. أنا عم بتذكر شغلي بحب خبرك إياها هون، تفضل. بعملنا كنا نعمل مخيمات نعم. بالطبيعة بيكون في حوالي 300 أو 400 شخص مشارك، نعم. بيكون في منهم من عنود، بيكون منهم من دار القمر، بيكون من كذا كذا كذا. أنا عامل شغلي ممنوع حدا يسأل تاني منين أنت، حتى آخر النهار يعيشوا فكرة الإنسانية بين هذا النادي، نعم. لذلك أنا هذا النادي يعني بيعني لي بإشياء كتير، فكرته بتعني لي كتير. الأطفال لما شوفون هيك يعني بحس أنه عندنا مسؤولية كتير كبيرة أنه نطور فيهم، لأنه إذا طورنا هالأطفال صدقني بيتطور، نعم، المستقبل أفضل، بيتطور لبنان كبير، هن بيصيروا قادة لبنان المستقبليين، نعم. كرمال هيك لازم نهتم كلنا سوا بأطفالنا، نحررهم، نعيشهم بحرية، يكون عندهم استقلالية، يكون عندهم شخصية، نعم. متمردة، عرفت كيف، ويكونوا نظاميين وبيلتزموا بالأنظمة وبالقوانين، وزائد كمان يكون عندهم النشاط والقوة الجسدية حتى يصير عندهم قوة عقلية. ما بيسوى يكونوا مرخرخين، في جيل كتير مرخرخ اليوم وهيك بنعنع، هاي مشكلة مصيبة على لبنان، لازم نشتغل على صار. يعني اليوم وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، يعني الأونلاين جيمز كمان اللي بتخلي الولد يعني لا يروح ولا يجي، موجود فرد محل، في كتير أشياء بتدفع إنه الجيل يكون مثل ما حضرتك عم بتقول، إنه جيل ما إله جلد على شيء هيك، خليني سميه. في كتير أشياء بمجتمعنا للأسف هي فات، يعني اليوم موضوع الأرجيلي أستاذ ريدان، يعني إذا بتروح على أي قهوة، بتروح على أي محل، بتشوف 70% من 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 رواد هذه القهوة هنا من الشباب اللي قاعدين عم بيأرجلوا، ما عندهم شيء تاني يعملوا. قديش اليوم نحن عنا حاجة لخلق جيل إله جلادة يعمل شيء. هيدي بالتربية، يعني خرط النهار بدك تربية، بدك قدرة، بدك إرادة، بدك إرادة منك جمعيات. أنا بدي انتهز الفرصة شوي لوجه هون رسالة لفخامة رئيس جمهورية، وبحثوا فيها ولدولة رئيس مجلس الوزراء، لدولة رئيس مجلس النواب، يتخذوا قرار وإعادة التجنيد الإجباري بلبنان. هلأ يمكن هيدي الخبرية بتعمل خضة وتقول يا عمي شو عم يعمل هذا، خرطة بدي يرجع يخدنا على الإجباري. أنا من الناس اللي خدمت الإجباري، بس كانت المدرسة العسكرية عم تعلمنا اشياء كتير حلوه جميله، عم تخلط كل اللبنانيين ببعضه، عم تكون لك جيل صلب قوي. يعني موضوع يعني موضوعه بشرف كل لبنان انه يخدم هذا الوطن، كان بالخدمه الاجباريه او بالخدمه التطوعيه. بكل احوال بدي اقول لك على وصلة فيك بتلفزيون لبنان، شرفتنا، يعطيك الف عافيه، كل التوفيق لك بكل مشاريعك المستقبليه، بعرف ايضا عندك مشروع سياسي، ان شاء الله نجاح لك. اهلا وسهلا فيك استاذ ريدان حرب، رئيس النادي اللبناني، رئيس نادي لبنان الدولي ببعقلين، شرفتنا، شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. مشاهدينا فصل اعلاني قصير، ما بعده منتابع نحن وياكم، خليكم معنا. منتابع معكم مشاهدينا عن جديد، برحب فيكم لليوم وين ما كنتوا عم بتابعونا، وطبعا لكل انضموا لنا بهذا الوقت تحية صباحية، على امل دايما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا. الى عالم الازارات الجديدة بهذه الفترة، وتحديدا الى عالم الرواية، رح نحن وياكم نترافق بصفحات رواية بتحمل عنوان زند الحجر للكاتبة والصحفية الزميلة استاذة ضحى عبد الرؤوف. استاذة ضحى صباح الخير، اهلا وسهلا فيك، الف مبروك روايتك، وشرفتينا بتلفزيون لبنان. شرف لي. زند الحجر، نعم، لوين عم تاخذينا بهذه الرواية؟ على حارات طرابلس القديمة جدا، يلي يمكن أهل طرابلس نفسهم شوي نسينا، هي حارة التنك.
حارة التنك اللي هي بتوقع تحديدا بين ورا سكنة بهجدغاني بالضبط بين القبة وجبل محسن إذا بدك وتربط بكذا منطقة يعني حد مقابر الغربة تقريبا الى جانب مقابر الغربة. ليش اخذتينا لهذيك المنطقه تحديدا؟ لانه انا اول شيء بنت حاره البقار يعني قريبه كثير على هي المنطقه وعشت فيها كثير يعني فرن ابو عشير الموجود هون انا كنت كثير اشتري منه خبز كنا نروح نلعب بالحاره هذيك لانه فيها شجر ياسمين كثير وهي عشوائيات يعني هي فيها هالفقر الحلو هالفقر الجميل اذا بدك فيها بساطه الناس الحلوين اللي بيعرفوا يبتسموا كتير. واللي بيعرفوا يضحكوا واللي بيعرفوا يعيشوا بساطة بأخلاق جداً أكثر ما تتخيل يعني لأنه هالقد أنا بحبهم وهالقد أنا بعز كل اللي مات بالحارة وكل اللي سافر بالحارة وكل اللي غادر بالحارة حتى منهم يهود يعني أنا قلت عفاف يهودية ربطت حب قصة حب مع رؤوف صحيح مثل وادي بجميل يعني ما كان موجود فيه من الطائفة اليهودية أيضا بهذيك المنطقة كان في من الطائفة اليهودية قلت أنا أنه بعد حرب أبو عمار اختفوا اليهود من عندنا من الحارة وفي كتير ناس ماتت وفاء مني لإلهم يعني أنا بالنهاية استحضرت الحدث افتراضي لكن أنا استحضرت كتير أشخاص بالرواية وتركت لهم تحية حتى أنه للي كانوا يلعبوا ضمن البلاطة والبلاطة معروفة عند كتير أطفال من جيلي مواليد 67 بيعرفوا شو هي البلاطة كنا نروح نلعب عليها يعني تركت لهم تحية حتى لرفقاتي اللي ماتوا بحارة البقار بمشاكل التبانة وجبل محسن وهالأمور هيدي لأنه أنا عندي زميلتين ماتوا بالأحداث سدوحة حارة التنك بطرابلس قديش هي الصورة الحقيقية عن طرابلس اللي احنا ما بنعرفها لصورة نمطية بتخبيها بتفرجينا صورة مختلفة عن طرابلس قديش حارة التنك فعلا فيها طرابلسيين الأصليين اللي بيحبوا بلدهم بيحبوا أرضهم اللي فعلا بيحبوا هذا الوطن واللي عايشين بطريقة جدا حلوة لك فيها كتير يعني حتى أنا قارنت بخالتي خالتها للبطلة اللي هي ساعتها موجودة بحارة التنك وتمسكت فيها وهي فيها جمال طرابلس إذا بدك المخفي يعني مثل الجوهرة لو تم تصليحها أو يعني إعادة تأهيلها مثل صحيح. ما العناية فيها أقله إيه مثل إعادة تأهيل كل المناطق بلبنان سوى تنفيهم يعني صحيح. كانت صارت حارة هي أصلا كانت حي الأمريكان قديم قريب عليها كانوا صحيح. يتجهوا عليها من كل الأماكن هلأ إذا بتروح بتشوفها بتبكي عليها هلأ نحن بالوضع على الرغم أنه حي الأمريكان جدا قريب منا وحي الأمريكان بوضعية جيدة خلينا نقول يعني للأسف هيدي اليوم الإهمال لبعض المناطق اللي هي بتشكل نبض للحياة عند كثير من الناس صحيح. اللي عم بيوصل لهيدي النقطة وبنفس الوقت أنا حطيت الخمس أطفال يلي هن وليد العائلة الفقيرة كيف نشأوا كيف طلعوا حتى رؤوف الكندرجي اللي قدر وصل لمرحلة معينة بال 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 بالشغل الاجتماعي أو ككندرجي أو أنه حب عفاف عازفة الكمان لأنه هو عنده أذن موسيقية كان ربي بحارة السويقة يلي تحته مطارق الحديد وقت اللي بفيقوا الصبح بفيقوا على مطارق الحديد على صوت الحديد طبعاً. ولو بتسمعها أنت نفسك هلأ بالحالية ساعتها موجودة حاليا لو بتسمعها بتحس هالريتم الموسيقى لو كان بيزعج البعض لكن هو قديش بيمتع البعض من دون لا شعوريا لانه يعني. تحول الى نمط يومي الى 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 موضوع فهو من حب عازفة الكمان ما حب شيء بعيد عن بيئته حب شيء قريب من بيئته صحيح. وهي بنفس الوقت هالرومانسية اللي حملت له الحب اللي هو مفقود عنه صدوحة كتار اللي كتبوا عن طرابلس روايات يعني بما انك اليوم عم تحكي عن حارة التنك بدي اقول انه الروائي جابور دويهي كتب حي الامريكان اللي هو لصيق بحارة التنك جابور اللي هو من خارج المدينة اللي هو من منطقة مجاورة لطرابلس اليوم لما ابن طرابلس بيكتب طرابلس شو بتفرق؟ بتفرق انه فت على جبور كتب المكان وصف المكان صحيح. وصف علاقته الشخصيه بهذا المكان صحيح لكن ما فت على قلب البنيه العائله الفقيره اللي عايشه بي انا كتبت جزء من كل يعني انا كتبت مشهد بسيط من اللي انتم عم يصير بحاره التنك يعني حتى مقهى ابو مراد بعده موجود لهلا فباليوم إذا بدك تاخذينا على حارة التنك من خلال روايتك هذه الرواية كيف أخذتنا إلى حارة التنك؟ أخذتنا بنقمة على الواقع الحالي أخذتنا بشغف ونوستالجيا إلى الواقع القديم كيف أخذتينا إلى حارة التنك؟ بدي أخذت على الماضي الحلو اللي راح بكل بساطة الماضي الحلو اللي اغتيل يلي تم اغتياله ما بعرف من مين
مين قرر انه جبل محسن والتباني يوقعوا بخلاف وتتأثر فيه بقية المناطق؟ كان هالواقع الحلو يعني، حتى عبد الغفور والبقرة، حتى محمود والزنزلختي، لمن وهو على فكرة طفل معه توحد، يعني يلي بيقرأ الرواية بعلم النفس بيحس انه محمود هالطفل الطفل الصغير يلي معه توحد، وسأل اخته انه ليش ماتت امي، ما ماتت امات الاولاد الباقيين. هالطفل اللي بيضل ينجر عصا زنزلخت تيفش الغضب اللي جواته من أسى بيو قد ما بيو قاسي. وبنفس الوقت عبد الغفور ما حس بالانتماء، يعني هو عنده لا انتماء للعائلة، طبعته نفسها أمه أخته أولاده منطقته، هو ما حس بالانتماء، لكن هني حسوا بالانتماء. والعصا هي لتمكين المكان، يعني العصا بإيد العمة كان هو لتمكين المطرح، أنه هي إيه بنت المطرح. نعم، ليش اخترت التسمية زند الحجر ضحى؟ يعني شو الرابط، شو العلاقة؟ لأنه الحجر فيه أساوي لكن بنفس الوقت بيتفجر منه مي، يعني بقدر ما الحجر قاسي بقدر ما هو بيعطي الحياة. نعم. وبنفس الشيء أنا قلت الأم أحيانا بتكون قاسية، بس بتكون قاسية بمطرح لا تعطي. وزند الحجر هو رؤوف اليتيم يلي كان محتاج لهالزند المريح لينام عليه، كان يلف العتبة تبعت البيوت القديمة الضيعة يحطوا فوق منها حجار، هالزند الكبير يلف عليه القماش وينام. فهو نام على هالزند هيدا القاسي اللي ما في حنان، اللي ما في حنان، وهو كان فقد له، لكن هو بنفس الوقت هالحجر عطاه حنية نوعا ما من دون ما هو يشعر. نعم، مثل حنان الأم اللي هو فقدها. اليوم اذا بدي روح الى الاسلوب اللي اعتمدتيه بكتابتك، بتقولي حاولت اعاده الحكايه كلها. نعم. عم بتجربي تعيشي ترجعي بالماضي، عم تعملي هيك فلاش باك اكثر على الماضي، عم بتجربي اعاده الماضي بهذا لكي انا ما اعتبرتها فلاش باك، انا اعتبرتها الحكايه بالروايه، لانه انا بكتب نقد روائي وبعرف انه احيانا كثير في اشخاص بيكتبوا حكايه هي منا رواية بس هي حكاية، مشان هيك أنا حطيت الحكاية بالرواية لحتى ورجي قديش ممكن تتشابك الخيوط مع بعضها وتعطي رواية حلوة. وبنفس الوقت خليت ذهن القارئ هو يشوف الفرق، يعني شو هالأخطاء اللي وقع فيها رؤوف وعم يحكي لبنته الحكاية، شو هالثغرات اللي بيقدر يطلعها مع الكاتب، يعني الكاتب والقارئ عم يطلعوا الثغرات لحتى يكفوا الرواية المشهدية بطريقة تامة. قسمت الرواية لأكثر من فصل، وهذا أسلوب أيضا ضمن عالم الكتابة، ليش التقسيم برأيك؟ بيريح القارئ، بيعطي استقلالية لكل فصل؟ ما بعرف إذا أنا قديش طلعت من الريتم القديم اللي يعني ما بعرف قديش طلعت عن خطوط الرواية القديمة. نعم. قديش هو خط جديد بعتبره نوعا ما. لكن حبيت أظهر كل شيء لوحده، يعني مثلا حلم الوحدة الاقتصادية يلي هو ربط مع حلمنا مع سوريا ومع شو اسمه بنفس الوقت، هو هن الأخوة يلي مقضوب لأمه مرضي لأمه، هي أنا عم أقرب فيها بين الوطن العربي بشكل أنه واحد مرضي واحد مقضوب بس الأم بتجمع. لحتى ورجي قديش نحن بهالأمة العربية نحن بحاجة لنكون من يجمعنا نكون كلياتنا إيد واحدة، عشان هيك الأخين واحد مرضي واحد مقضوب جمعتهم هالأم الشيخة يلي هي من عكار، من أح عكار، وأنا عشت بعكار 16 سنة، يعني أنا بنت عكار إذا بدك وبنت طرابلس لأنه جدي من السويقة وجدي من عكار أبي وأمي، فقدرت أجمع هالجدين لأعطي هالشمال نوعا ما صورة حلوة عن عكار، خصوصا الدي الكشارية وهي موجودة يمكن ولدت جد جدي، فرجعت استحضرتها إذا بدك لهالشخصية هيدي الكشارية الداية يلي عقيدة ولدت عالم كتير. في كتير شخصيات بالكتاب ضحى، في كتير شخصيات، في كتير أحداث، في كتير قصص، في يعني على طريقة الرواية الرواية الأمريكية تحديدا اللي أكتر من حدث بيمشي بيتماشوا مع بعضهم بنفس الوقت، هذا الشيء هو عنصر تشويق وجذب للقارئ. أنا حبيت يكون دراما، وكتير عندي ميل أني أنا كفيها سيناريو صراحة، أعملها سيناريو لأشوفها دراما عم تتحرك قدامي، لأنه نحن يمكن قليلين القراءة لكن منا قليلين التلفزيون أبدا، فمشان هيك حسيت أني أنا أحبك خيوط الدرامية فيها، مشان وقت أنا بدي حولها سيناريو تكون كتير قادرة، وبنفس الوقت أنا بدي حركة
نعم. يعني الأشخاص حركة. صحيح. في كثير حركة بالرواية، حركة بالمكان وبالزمان. نعم. وحركة بالشخصيات الموجودة بالرواية. ضحى ككاتبة صحفية ناقدة روائية كمان، فكرت يعني كيف معقول تنقدي روايتك أنت عم تكتبيها؟ كان هذا الهاجس دائما ببالك إنه أنا ناقدة اللي بنقد روايات، كيف بدي أشوف هذه الرواية؟ كان كل الوقت عم بتفكري بهذا الشيء؟ لا أبدا ما فكرت، بس كنت خايفة من الخطوة، لأنه كناقدة بصير بده يطلعوا لك بطريقة أكثر تحت الضوء. إيه بس صدقني لما كتبتها ونزلت وبلشوا يكتبوا عنا، وكتب عنا سيناريست صباح عطوان، وكان كاتب عنا شيء حلو، وهو مش هين يعني صباح عطوان. ف يعني حسيت انه قديش انا بسطت روائيين كتبت عنهم، فأنا حسيت بسعادتهم، بالعكس صار عندي ميل أكتر إني أنا أكتب عن الرواية أكتر، لحتى هيك بس السعادة بقلوب الكتاب ليتشجعوا ويكتبوا. بحب الإنسان اللي بيكتب حدا يتابعه، حدا يقرأه، حدا يشوف هفواته مثل ما يشوف إيجابياته. هيدي شعرت فيها بعد بعد الرواية. ونفس السلبيات والإيجابيات على فكرة بيفيدوا الكاتب، يعني ما يفتكروا إنه الناقد نقد سلبي انه لا خلص ما بقى، لا بالعكس السلبي حلو والايجابي حلو. نعم. وبيعطيك مهم نضلنا نحكي عن الروايات بغض النظر شو عم نقول عنها، يعني صدقني بس انا تقييم الروايه لابد منه اكيد طبعا. بس انا ميالي للقصه اكثر من انا عندي مجموعه قصصيه قبل، وعندي مجموعه قصصيه جايه اللي هي مسبحه ومهلبيه وفنجان قهوه لكوميديا سوداء. نعم. بس حبيت نزل روايه لانه حسيت انه واجبي تجاه حارتي اللي انا ربيت فيها، حاره البقار، اني انا بقى اكتب عنها حاجه. وضروري نحن نعرف عن هيدي الحاره، ضروري نعرف عن حارات طرابلس القديمه والحلوه كثير، واللي فيها شغف واللي فيها وطن واللي فيها امل واللي فيها يعني احلى صور عن لبنان بكل احوال موجوده ب صدقني نحن جيراننا كانوا وقت العلق وجبل محسن والتباني كانوا جيراننا، خضر ورياض وابراهيم علويه كانوا معنا يعني بنفس البنايه، نتخبى بنفس الملجا، وحتى طلعنا يوم حرب ابو عمار طلعنا سوا نحن وياهم بالبيجامات. نعم. يعني قديش هالتقاتل كان كاذب، يعني انت لما بتشوف تقول انه هذا قتال كان كاذب، يعني قتال ما بيشبه المدينه، ما بيشبه أهل الحاره، اهل المدينه، حتى اهل الحاره تبعتنا، لانه وقت اللي كنت يجمعنا فرن ابو عشير على الحطب، اكل الخبز، تجمعنا هالشجره الزنزلخت اللي كان يقعد تحت منها محمود، تجمعنا كتير امور حلوه، يعني كنا صحيح. كتير بمطرح ما نحن عايشين السلام بالحرب، يعني نحن بقلب الحرب حالياً نحن عايشين حالة سلام، الحالة الخاصة فيكم. ذلك أعطيك ألف عافية على هذه الرواية، للمزيد من العطاءات والإصدارات بعالم الرواية القصة، وعدم انتظار إصدارك الجديد مثل ما ذكرتي. شرفتينا ضحى عبد الرؤوف المن، طبعا الأديبة والصحفية الزميلة. ألف مبروك عن جديد. بس في شكر جديد، بس في شكر لفارس غصوب للغلاف، لأنه قدر طلع الغلاف بطريقة منا طبيعية. بس بدي أتشكره جدا على الغلاف الحلو، لأنه لخص كل الرواية بلوحة تشكيلي. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. مشاهدينا منتابع سوا بعد هذا الفاصل. صباح الخير لكم مشاهدينا متابعين بلقائنا الصباحي، وهلأ رح نكون نحن وياكم مع سناء ضو أمينة الإعلام بجمعية الكشاف التقدمي، حتى نحكي أكثر عن نشاطات هالجمعية تحديدا لمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسها واليوبيل الذهبي. جمعية الكشاف التقدمي هي استمرار للكشاف التقدمي اللي بدأ نشاطه العام برعاية وتوجيه مؤسسه المعلم الشهيد كمال جنبلاط. مهمتها المساهمة بتربية الشباب من خلال نظام القيم يلي بيرتكز على أساس الوعد والقانون الكشفيين، وذلك للمساعدة ببناء عالم أفضل، حيث بيقدر الأشخاص تحقيق ذاتهم كأفراد فاعلين بإحداث التغيير الإيجابي بالمجتمع. تنتعرف أكثر على جمعية الكشاف التقدمي، بصر لي استضيف سناء ضو أمينة الإعلام بجمعية الكشاف التقدمي. صباح الخير. صباح الخير، أحلى صباح لإلك فيها. شكرا. أحلى صباح لمشاهدي تلفزيون لبنان ولكل الكشفيين بلبنان والعالم، تحية كشفية. نعم. وشكرا لاستضافتكم، تعطون المجال نحكي عن دور جمعية الكشاف التقدمي. خلينا نحكي أكثر عن جمعية الكشاف التقدمي، عرفينا أكثر عن هالجمعية شو هي؟ مثل ما ذكرتي فيها، هي جمعية تأسست سنة 1968 بتوجيه من المعلم الشهيد كمال جنبلاط. هي جمعية تربوية، بركز على كلمة تربوية غير سياسية، عملها طوعي اجتماعي بيئي.
تأسست سنة 68، أخذت علم وخبر سنة 86، بس 68 لهلأ هي نشاطها مستمر وعلى كافة الأراضي اللبنانية. طبعا في شوية انحسار نتيجة ظروف معينة سياسية وغير سياسية، إنما هي مستمرة بعملها التطوعي الاجتماعي. نعم، مثل ما ذكرنا من شوي أنه هالجمعية الكشفية أسسها معلمة الشهيد كمال جنبلاط. خلينا نحكي شوي كيف قادرين تنقلوا هيدا الإرث الثقافي والوطني من معلم الجمعية الكشفية، مؤسس الجمعية الكشفية، لهالشباب يلي هن موجودين معكم. أفكار المعلم كمال جنبلاط هي حلم، هي مبتغانة مش سهلة الوصول. هو كمان جنبلاط بحد ذاته اتخذ من الحزب، من الكشاف، من عمله النيابي، عمله الحكومي، عمله الاجتماعي، كلها اتخذها وسيلة لهدف بناء الإنسان. يعني الهدف هو الإنسان. فنحن بجمعية الكشاف نشتغل لنقل هالمفاهيم من خلال برامج بتركز على تربية الإنسان أفضل تربية، يعني تربيته من ناحية المهارات الشخصية، من ناحية الكفاءة، الانضباط، احترام الآخر، قبول الآخر، رفض العنف، رفض التطرف، السلام. هيدي كلها مفاهيم نحن فينا ننقلها، بس طبعا المهمة صعبة. حتى أيام المعلم كمال جنبلاط كانت صعبة، هلأ صارت أصعب. أنت بتعرفي هلأ قد ايه صار في غزو ثقافي دمرنا القيم الاجتماعية. أنا ما بقول يمكن غزو ثقافي بقدر ما هو غزو استهلاكي، يعني اقتصاد السوق تحكم بالقيم الاجتماعية، فصارت المهمة أصعب. بس مش معناتها أنه نحن نستسلم، بالعكس نحن مكفيين وبإرادة أكبر. مثل ما مبين أنه هدفكم الأول والأخير هو التشديد على الانفتاح على الآخر والتنشئة الوطنية. طبعا هيدا هدف اساسي طبعاً مرتكزين عليه بجمعيه الكشاف التقدمي. يعني الجمعيه هي بحد ذاتها جمعيه تتسع للجميع بنظامها الداخلي. ما في تمييز لا على اساس للعرق ولا الدين ولا الجنس، منفتحه على الجميع. وايام مؤسسها كمان جنبلاط وبعد فتره طويله استمرت منتشره على كافه الاراضي اللبنانيه. مثل ما ذكرت اجت ظروف الحرب خلت شوي تراجع الانتشار، بس هي بعدها بتحمل طابع التنوع من كل الطوائف من كل المناطق. هدفنا نحن مثل ما قلت لك هو بناء الانسان، لانه هو اللبني الاساس لبناء الوطن. نحن بنبني ثقافيا، اجتماعيا، فرديا كمقومات فرديه لحتى يكون نموذج صالح بمجتمع نحن بنحلم له. ودائما بتطلقوا برامج كشفيه تربويه هيك تتاكدوا اكثر شراكتكم بالتربيه. طبعا نحن شركاء بالتربيه، مش وحدنا صانع التربيه. انت بتعرفي التربيه مهمه كبيره وعم تزداد صعوبه مع التقنيات اللي وصلت لنا، مع المفاهيم المستوردة لنا عبر العولمة، صارت مهمة التربية صعبة جدا. نحن وحدنا ما فينا نقوم فيها، هي عوامل متشاركة بالمجتمع. عندك المدرسة، عندك الأسرة، عندك المجتمع، وكمان دور وسائل الإعلام. هيدا دورنا كتير مهم، لأنه جزء من عملية التربية والبناء بيلعبها الإعلام. فنحن كشركاء بالتربية عنا برامج تربوية، وهلأ السنة تحديدا لمناسبة سنة اليوبيل رح نطلق برامج منهجة تربويا لنأكد هيدا الدور. بس طبعا عنا نشاطات سابقة وحالية. شو هي البرامج اللي رح تطلقوها؟ اوكي، عندنا برامج على مستوى البناء الكشفي، يعني المهارات الكشفيه والثقافه الكشفيه، هيدي اكيد بارت. البارت الثاني هي الاعمال اللي لها طابع اجتماعي اكبر مع شركائنا بالمجتمع المحلي، مع شركائنا بالمؤسسات الرسميه، بالاتحادات الكشفيه بالعالميه والعربيه والمحليه. نحن فينا نتوجه بنشاطات مجتمعية. هلأ إذا بتحب نحكي بعد شوي عن نشاطات سنة اليوبيل، بس نحن عنا كتير نشاطات إلى طابع اجتماعي. مثلا بكل الأيام الوطنية بتصير من فترة أخيرة نحن تشاركنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية ببرنامج على مستوى 40 ضيعة، شاركوا فيه نحو 4000 طفل لاختبار الذكاءات المتعددة. وشاركنا فيه مش بس الكشفيين بجمعية الكشف التقدمي، كان في مشاركة لكل الأطفال من مختلف الانتماءات، وكان في عنا مشاركة للنازحين السوريين. بهيدي المشاركة نحن أكدنا أنه دورنا بالتربية من خلال اختبار هالذكاءات لحتى نتعاون مع المدارس، نتعاون مع المؤسسة الثانية، مع الأهل، أنه هالتلميذ أو هالطالب أو هالطفل ممكن يكون فاشل بمادة معينة، ممكن يكون فاشل بجانب معين، بس هو عنده ذكاء بنواحي تانية لازم نشتغل عليها وننميها.
بخلال هذا البرنامج نحن أكدنا شراكتنا مع مختلف أفراد المجتمع ومع النازحين السوريين. كان في تقبل لهم لأنه بالنهاية ظروفهم جبتهم، ظروف بلدنا مخليتنا شوي ننقذ منهم، بس لا هن منا وفينا، ونحن شعب يعني خلينا نقول فينا نقول يعني كتاريخيا شعب واحد يعني، وإنسانيتنا بتدعينا أنه نحن نتعامل معهم بمساواة على كل حال هيدي هي شراكة تربوية، مفروض تكون بالبداية شراكة إنسانية. مزبوط مزبوط. وهو هدف كمال جنبلاط إنساني، لا حزبي ولا سياسي ولا مناطقي ولا إقليمي ولا شيء، هو هدفه الإنسان. يعني لما بتشوفي بتعاليم تأسيس جمعية الكشاف هي الانضباط، الكفاءة، الأخلاق والعمل بفرح. يعني الفرح كيف تحصلي عليه؟ الفرح القائم على مجموعة قيم، يعني فرح العطاء، أنت لما تفرحي بالعطاء، لما تفرحي بالتسامي عن أشياء كتيرة، هيدا هو الفرح، مش الفرح الآني اللي بناخده هيك السريع مثل الفاست فود يعني. هيدا هو الفرح اللي بيستمر بنتيجة لما يكون العطاء طبعا. من القلب صح. رح يستمر أكثر. خلينا نحكي شوي أكثر سناء ضوء عن البرنامج اليوبيل الذهبي، بما أنه مر 50 سنة على تأسيس الجمعية الكشفية التقدمية. السنة مميزة لجمعية الكشف التقدمي، رح نحتفل باليوبيل الذهبي على تأسيس 50 سنة. هال50 سنة نحن رح نتوج 50 سنة من العطاء، ورح ننطلق من منصة جديدة إلى ما نهاية إلى لا نهاية من السنين إن شاء الله بالعمل الطوعي والاجتماعي. نشاطاتنا رح تكون منوعة، رح تكون مستهدفة الكشفيين، وكمان رح تستهدف البيئة المحيطة بالكشفيين والبيئة الوطنية العامة بلبنان، وحتى رح يكون عنا تواصل مع جمعيات كشفية برات لبنان خارج الوطن أيضا. طبعاً أكيد إحنا عنا توأمة مع كشافة مصر ومع كشافة تونس، وبرجع بخبر بعدين عن دور الكشاف التقدمي على مستوى منظمة العربية الكشفية. القائد العام لجمعية الكشاف التقدمي يوسف خداج كان بين 2011 و 2016 هو أمين منظمة العربية الكشفية، وكان باللجنة العالمية للكشاف، وطبعا ما قدرنا وصلنا لهالمنصب إلا نتيجة جهودنا على الأرض بالأفواج وبالضياع وبالمناطق لوصلنا للكشفية العربية واللجنة العالمية، ونتمنى أنه نحافظ على هذا المستوى من التعاون معهم. رح يكون أكيد التواصل بينكم وبينهم أونلاين، في شيء أونلاين وفي شيء بنروح، نحن بنروح ببعثات كشفية على الدول. أكيد هلأ بيسهل التواصل الإنترنت أكيد. في عنا رح نعمل نشاطات بالمناطق نشارك فيها أكبر شريحة من المجتمع، نشاطات رح تصير كمان على مستوى القيادة العامة والجمعية، نشاطات مركزية ونشاطات محلية. هالنشاطات رح تكون إلى بعد اجتماعي، إلى بعد إنساني، إلى بعد بيئي، وبنركز على البيئة. وبموضوع البيئة في عنا نشاط رح نطلق شجرة لكل كشاف، يعني كل كشاف رح يزرع شجرة قدام بيته أو بالشارع اللي حده، في إلى دفتر شروط. يعني هو رح يلتزم بدفتر الشروط، نحن رح نراقبه ونواكب عمله لنشوف مين اللي تابع الشجرة ونماها بشكل صحيح ضمن دفتر الشروط. هيك عم بتشجعوا ثقافة التشجير. بنشجع وبنشجع الالتزام والانتماء والانضباط والجدية والعودة إلى الطبيعة. والعودة إلى الطبيعة هيدي ما بدأنا اللي نحن بدنا نركز عليها. لكن هيدي هي البرامج. لا طبعا في عنا كرنفالات بالمناطق طبعاً. كرنفالات ورح يصير عنا كرنفال مركزي. في قلت لك مثل ما قلت لك رح نعمل اطلاق رسمي للمناهج التربوية تنأكد شراكتنا بالتربية. نحن عنا مناهج ولكن رح نمنهجها بشكل اكثر رسمي اكثر رسمي اكثر ونعلن عنها. في عنا حملة اعلامية ونتمنى عليكم وعلى باقي وسائل الاعلام تواكبنا. انا لما نحكي عن كشاف، سواء الكشاف التقدمي او الكشاف الثاني، نحن عم نصنع ثقافة سلام. بينما هو التوك شو يعني ما احترامي للكل اللي عم نشوفه بفتكر عم يزرع الحرب مش السلام. يعني هيدي الكراهية اللي عم نشوفها على التلفزيون ببعض، طبعا عند البعض مش عند الكل، هالانفعالات هيدي كلها عم بتشحن النفوس، بينما الكشاف عم يزرع السلام، عم يزرع الخير، عم يزرع المحبة. بتمنى على وسائل الإعلام كمان تعطيهم حيز مثل ما بتعطي للسياسيين حيز، لأنه هون نحن عم نبني عم تزرع كمان روح المبادرة والفريق. صح، هيدي أهم نقطة. وبعدين يعني بدي أقول لك شغلة، السلام بيشتغلوا بجميعها، السلام منه شيء بينزل،
سلام بينبنى من تحت، من القاعدة، من مين بتبلشي؟ من الأطفال، هن أكثر ناس فيك تشتغلي عليهم، من الفتية والشباب. هيدي رسالة الكشاف، إنه نبني صح لنوصل لقمة أفضل، نوصل للقمة بالأحرى ونكون بنيين على أسس سليمة. ان شاء الله على كل حال كل التوفيق والدعم لكم. بدي اذكر في عنا من ضمن النشاطات اليوبيل، سوري بدي اقطعك بس انه قطعنا عنهم، من ضمن نشاطات اليوبيل عنا شمس الكشاف اللي رح تشرق باول اسبوع، هيدي مخيمات بتصير باول اسبوع من اب، باول اسبوع من اب، مخيمات بالمناطق ومخيمات مركزيه. كل الكشفيين هن هيدا تقليد عبر العالم بصير عبر الكشفية العالمية، بس عنا نحن رح نعتمده بهيدا المخيم اللي رح يصير بأول أسبوع من آب، رح نجدد فيه الوعد الكشفي. وهلأ رح تساعدنا الإنترنت، الكشفيين المقيمين برات لبنان كمان فيهم يقدوا الوعد الكشفي، وفينا نكون لايف على الفيسبوك، فينا هيدا اللي نأكد فيها التزامنا. عنا كمان مخيم المقيم والمغترب، هيدا أوريدي بصير بس السنة في تركيز عليه. وفي عنا احتفال مركزي رح يصير باليونسكو، رح نستضيف وفود كشفية عالمية. وفي عنا كمان حرصنا من إطار حرصنا على التبادل مع الأفواج، عفوا مع المؤسسات الكشفية بلبنان، أنه نستضيف عناصر كشفيين من جمعيات كشفية أخرى عنا ببيوتنا، ببيوت عناصر عنا، لنعزز الشراكة والعلاقة مع الجمعيات الكشفيه الاخرى. لكن هذه هي النشاطات، بعد في شيء ثاني تبدو فيه؟ بالنسبه للنشاطات نحن رح نعمل مؤتمر صحفي نعلن فيها النشاطات. انا اعطيتك هلا العناوين، احنا ما يكون في شيء نشاط غفل انك اعطيتك العناوين العريضه، اكيد رح يكون في عنا نشاطات ثانيه. اكيد رح اذكر كثير منيح انه برنامج الاحتفال رح تعلنوا عنه كمان تباعا بمؤتمر صحفي. وبذكر انه دائما هذا الاحتفال بيكون كل سنه ب 21 تشرين الاول، بما انه الجمعيه تقدمي ب 21 تشرين الاول، هي تاسست سنه 68 نالت العلم والخبر سنه 86. خلينا نفوت بتفاصيل شوي اكثر، تحديدا خاصه لشباب الكشفيين اللي بيكونوا موجودين معكم على الارض. انتم هدفكم الاول والاخير تزرعوا ثقافه السلام، التربيه الصحيحه، والانفتاح الفكري المتواصل مع الكل. ولكن هالشباب لما يكونوا موجودين يمكن بحاجه لمساعده اكثر، يمكن بعض الاحيان بتحس هالشباب قادرين هن يعطوكم اكثر ما انتم عم تعطوهم. يعني هون الدور كمان بيكون اساسي لما يكونوا هالشباب قادرين يطرحوا افكار جديده على مؤسسي الحزب الاشتراكي، او على عفوا على جمعيه الكشاف التقدمي. يعني لما بدنا نكون نحن كمان قادرين نعطي، وهالشباب قادرين يعطوا قدر المستطاع من قلبهم، كيف هون كمان بتقدروا تنظروا للامور بطريقه ايجابيه ومساعده اكبر كمان؟ نحن هلا عم نطلق برنامج عملنا لسنه اليوبيل. نحن من اسبوعين عملنا ورشه عمل موسعه لتاكيد شراكتنا مع بيئتنا المجتمعية الحاضنة ومع الشباب بالكشاف. عملنا ورش عمل، طلعنا بتوصيات، سمعنا لآراء الكل، طلعنا بتوصيات. طبعا بدها تندرس التوصيات، في شيء منها قابل للتنفيذ وفي شيء لا، بس نحن اخدين بعين الاعتبار الحوار والمشاركة. مثل ما قلتي، هودي الشباب اللي نحن عم نعلمهم هني كمان عم بيعلمونا. والمعلم كمان جملات بيقول انه التربية بتضل ما ترافق الانسان مدى الحياة، بس يوقف يتعلم يعني انتهى. فنحن بنتعلم منهم وهن بيعلمونا. والمعرفة مسألة تداول، يعني مثل المال ما بضل مع حدا بيتداول لحتى يكبر، بيصير عنا افكار ثانية وخلاقة أكثر. عكو من يوم ليوم الخلية بتكبر أكثر وبتتوسع أكثر. خلينا نذكر بالمركز الرئيسي لجمعية الكشاف التقدمي، المقر العام لجمعية الكشاف التقدمي باسم أنية شوف، مقر مجهز فيكم تشرفونا وتصوروا وتاخذوا فكرة عن المقر وعن نشاطاتنا أكثر. نحن المقر مجهز تقنيا، مجهز لوجستيا حتى نستضيف كمان وفود كشفية ومن جمعيات بلبنان ومن برات لبنان. اهلا وسهلا فيكم اذا بتحبوا كمان. في مكتبي، في كل شيء مجهز، يعني جاهز لانه نكون على. واللي حابب يتواصل معكم كيف يتواصل بختام هاللقاء؟ طبعا في عندنا صفحتنا على الفيسبوك، في عندنا الويب سايت تبعنا، في عندنا الهوت ميل اكيد. نعم،
شكرا لك سناء ضو أمينة الإعلام بجمعية الكشاف التقدمي. بدي أشكر وجودك معنا، كل التوفيق لكم إن شاء الله يا رب. هيك من يوم ليوم هيدي الثقافة اللي عم تجربوا تزرعوها بين هالشباب اللي هي قبل كل شيء ثقافة السلام يلي بحاجة لها هيدا الوطن نحن والوطن العربي والعالم. هيدي أهم نقطة عم تشتغلوا عليها حتى نساعد قدر المستطاع تنبني أوطان ونبني أوطان تربوية قبل كل شيء على ثقافة العلم والفكر والانفتاح. نحن بس بدي أضيف شغلة أنه هدفنا الأول والأساسي أنه نرفض وطننا بخيرة الأبناء، والحمد لله أنه في كتير كشفيين لمعوا بمناحي عديدة بالحياة العامة بلبنان. الكشاف لعب دور ببنائهم. أنا بدي استذكر هون حدا قال لي، مسؤول بالصليب الأحمر وبنقل كلامه بأمانة، قال لي أنه أنا أفضل العناصر المتطوعة اللي بتجي على الصليب الأحمر هي عناصر كشفية، وسمى على سبيل المثال للحصر جمعية الكشاف التقدمي، وهالشي بيجعلنا فخورين وبيجعلنا مسؤولين أكثر لنكمل مهمتنا التربوية. شكرا لك سناء. أنا بدي أتشكرك فيها وتشكر تلفزيون لبنان، وأيضا بتشكر المخرج جوزيف حداد. مرسي لك جورج حداد. جورج حداد. صباح الخير لكم مشاهدينا. هلا وصلنا حتى نحكي اكثر فن مع رسام المشاهير، رسام لبناني نعرف اسمه برسم الوجوه المعروفه خاصه الفنيه، واول من رسم كانت الفنانه هيفا وهبي والسيده فيروز وغيرهم كثار من كبار العالم بالفن. واكيد نحن وياه اليوم رح نحكي اكثر تفاصيل حتى نتعرف على رسوماته وعلى هيدي الموهبه الخاصه فيه. شرب الحلال صباح الخير. صباح النور. انت مش اول مره تطلع معنا عبر هيدي الشاشه تحديدا، البدايه كانت معي كمان والانطلاقه كانت معي، يعني صح. بلشنا من هون من هيدا الاستوديو بالذات وراحت وكرت المسبحه وبسم الله عليك، يعني هلا بندق على الخشب بين معرض ومعرض وبين رسومات ورسومات ولوحات متعدده، قدرت توصل مش بس انك تكون مشهور بلبنان والوطن العربي وحتى بالعالم كمان. مزبوط. أول شيء مرسي لهالتلفزيون العريق، تلفزيون لبنان اللي أنا كتير بحترم، إنه تلفزيون مثل تلفزيون لبنان يعني من خلاله تنطلق مواهب لبنانية توصل للعالمية، يعني أنا بشرفني إنه يكون أنا أول انطلاقتي من هون من عندكم. خلينا نحكي عن البدايات. البدايات كانت هيك، نذكر كل الاشخاص اللي بعد ما بيعرفوا مين شرب الحلال. مزبوط. البدايات كانت مثل كل تلميذ بالمدرسه لما بده يزهق من الدرس بده يشرخط يا بقلم رصاص يا بالبيك. انت صح. كان تشرخط تبعك ذو قيمه ومهاره لانه كنت بالبيك بالبدايه مش مزبوط. بقلم رصاص كنت ترسم، وكنت ترسم خلينا نبلش اي وجوه كنت ترسم بالبدايه؟ هلا كبدايه ما كنت ارسم وجوه مش مع يعني مش لناس معروفين، اذا عم بحكي بعمر صغير. فصرت انا اكتشف انه انا بقدر اعمل وجوه، يعني بقدر ركب عيون منخار تم مع بعضهم يطلع لي وجه بالنهايه. فهون بلشت اقول انه انا لا، انه عندي هيدي القدره انه انا ارسم، او شو ما بشوف قدامي بحوله على الورق. فبلشت تتطور لبعدين. بتعرفي انت انه الشخص بعمر صغير بيتأثر بالتي في كتير، وبيتأثر كتير بالناس اللي بتطلع على التلفزيون، وفي وجوه بتأثر فيه زيادة بتدفعه انه ينمي هيدي الموهبة. فبوقتها كانت الفنانة النجمة بوجهلها تحية كتير كبير هاي فوهبة. حالة عم نشوف بعد رسوماتك عم تمرق على الهواء. مزبوط. هيدي الرسومات يعني بنلاحظ من خلالها انه الانطباع التصويري اللي موجود بعقل الشخص عم بتجرب تنقله على الورق، ولكن بطريقه فنيه مبدعه. انا عم حاول زيد شيء ما بتزيده الصوره الفوتوغرافيه، يعني هيدا ليميز، لانه انت اذا بتعملي نفس الصوره الفوتوغرافيه 100% بتخلق مثل ملل عند الناس، انه لا بنشوفها بالصوره لا نرجع نشوفها بطريقه ثانيه انه على الايد. فدائما لازم الواحد يخلق شيء جديد كرمال الناس بس تطلع تحس شيء من خلال هيدا الشيء، او توصلي مسج معين، او توصلي يمكن النظرات، يمكن تقرب العيون. فانا دائما بحاول من هيدي الناحيه غير، يعني بتشوف ما بعد اللوحه ما بعد او ما بعد الصوره. خلينا اليوم نحكي شوي عن هيدا الرسم تحديدا ونشوف
كيفية رسم شرب الحلال لايف قدامنا. أكيد. اليوم أنا حاطة صورتي قدامك، طبعت لك إياها على الأكاتر، اليوم رح ترسمني أنا شخصيا. صح. هلا أنت بلشت هيك شوي على على الخفيف قبل ما أطلع على الهواء، لأنه لدي الوقت. مزبوط. ما عندنا كثير وقت على الهواء حتى نفرجي الصورة كاملة. إذا بدك أنت عم ترسم شربل نحكي. أنا رح أحكي معك إذا بترتاح. ما بعرف تتلبك بالحديث أنت، ما بتعرف تركز ولا كيف. منجرب. اليوم رح ترسم بالألوان. مزبوط. يعني عادة كنت تستعمل على المرصاص، وكنت تستعمل البيك، اليوم الألوان والفاتر أكتر رح تشتغل. ورح تستعمل كمان البيك الأسود. نعم. يعني البيك الأسود كمان كرمال حتى تحدد الحبر الناشف أو البيك. هلأ هو مثل ترند صارت، أنا اكتشفتها في كتير رسامين عم يرسموا عم يبدعوا فيها، فحبيت دخلها مع الألوان. يعني أنا حاول اخترع شيء جديد. هلأ هني في بيستعملوا الحبر الناشف أو البول بان، اللي هو اللي هو كتير عم يعطي إفكت كتير قوي. فأنا هلأ عم شوي شوي يعني استعمله، ان شاء الله تطلع النتيجه على ذوقكم. يعني رح نتركك عم تشتغل، وخلينا نحكي شوي اكثر. شو هو سحر قلم رصاص برسم المشاهير؟ هل له سحر خاص هالقلم؟ صح، له سحر، مع انه الناس عم تنتقدني اخر فتره انه انت لازم تغير عن قلم رصاص، بس في شيء هيك عم يعلقني بالقلم رصاص. القلم رصاص بيخليك اكثر فري فكريا، وخلص طلقت القلم وبتبلشي، بينما الالوان مثلا بدك تعدي لا بدي احضر الالوان، بدي اشوف اي الوان استعملها، فهيدا الشيء يمكن بيخفف من الحماس. يعني انت مثلا اذا حبيت تعملي لوحه فنيه بتقولي انه لا، لانه فيها الوان مثلا لا بتصير تنبل مثلا، او لا باجلها او شيء. فها هو السحر تبعه بكل بساطه. حتى مش بس هيك، قريب كثير للواقع كمان، يعني بتشوف الواقع من خلال الالوان. يعني هيدي هي الصوره. صح. يعني نيجاتيف الصوره بتشوفه بقلم رصاص، وهيك بتعطي قيمتها اكثر، بتحسها ميزه الصوره لما مزبوط. تكون مرسومه بقلم رصاص. الافيات اللي موجودين فيها، الامبر اللي بتشتغل عليه، الظلال اللي بتشتغلها بالوجه بقلم رصاص، بتكون اوضح بكثير من القلم الملون. كمان في شغله كمان بحب زيدها، انه القلم الرصاص بيعطي مثل تاتش شوي هيك بتحسيها مغربله، فالكرمال تعطي الايفكت الامبر. في شيء بتستعمل الكوتون تيش كمان، هيدي الكوتون تيج. انا اللي بعرف تستعمل كوتون تيج واصبعك والكلينكس، في شيء بعد ما تستعمله لحتى ترسم؟ هول اسرار المهنه. طيب انه الواحد انه بالنهايه بده يطلع عمل حلو. نعم. ففي عنده اسرار خبايا. بعد في فرشات اسنان استعملتها؟ بالتابلويات ايه استعمل، بتضل بتلاقي لها مطرح يعني، حتى القطنه كمان. ما في شيء بيروح بنعان معك شرب الحلال. طيب شربل مثل ما عم نشوف هلا عم ببلش شوي شوي الوجه يظهر، لما تلون الوجه باللون القريب للون البشره الطبيعي، لون البشره تحديدا، ببلش يظهر اكثر. هلا انت حددت العيون وحددت الوجه مسبقا. مزبوط. هلا عم بجرب تلون، ولكن لما تلون دائما بدك تعطي افيه للصوره او تبرز الصوره اكثر، مفروض الخلفيه تكون اغمق ولا مش بالضروره؟ مش بالضروره. هلا اللي هو اللي بيعطي الافيه هي degradation of colors. انت عندك طبقات بالالوان، عندك في شيء اسمه degradation، بتبلش من الفاتح كتير للاسود. فهيدي degradation طريقتها كيف تستعمليها بتمازج مع بعض. يعني في طبقات بالالوان بتستعمليهم متمازجين، بتقدر تخلي لك هيدي ال 3D، يعني بتقدر تنفر اللوحه لقدام، ومن خلال هيدا الشيء بتقدر تعطي الايفكت اللي انت بدك توصليه، اللي هو النظره يمكن الشخص تعرفيه، كل هالامور من ورا الجراديشن. اول من رسمت من المشاهير كانت النجمه هيفا وهبه. مزبوط. وجه لها تحيه كثير كبير، ولها فضل كثير كبير على الشيء اللي انا وصلت له، لانه هي من بين كل الرسامين اكثر سلطت الضوء علي شخصيا، يعني كانت من خلال السوشيال ميديا، وهذا الشيء يعني كمان ساعدني كثير يعني لاوصل. واقمت معرض لها تحديدا للنجمه هيفا ب 21 اذار 2017 باوتيل فينيسيا ببيروت، وتضمن هذا المعرض 50 لوحه، كل لوحات كانوا لهيفا وهبه. الفكره هي كانت انه بدنا نعمل شيء جديد ما صار من قبل. فانت لتكرمي انسان بتكرميه بكذا طريقه، فأنا حبيت أنه من خلال الفن اللي أنا بعمله كرم الإنسان، كرم الفنانة هيفا، لأنه هي أول حدا دعمني، وكمان في محبة لها، يعني أنه أنا أفضلها يعني بين مشاهير، لأنه هي أنه كانت بداياتي معه وهيك. نعم. وهي كمان قطعت تصوير مسلسلة الأخير اللي عم يتصور كان بمصر، كرمال حتى تجي تحضر المعرض وتدعمك أكثر. وكان في كلمة لها، شو قالت بوقتها؟
قالت انه شافت مسيره حياتها من وراء اللوحات وخليتها تشوف كل شيء هي نجاحات عملتها بحياتها من خلال هول اللوحات اللي انا عملتهم. فهيدا الشيء يعني اعطاني مثل ثقه بحالي زياده وخلى العمل اللي صار ينجح. حتى دعيت كل الفانز او محبي النجمه هيفا وهبي حتى يختاروا صوره لها من دوره بالمسلسل خاصه بدور عسليه حتى ترسمها، ورسمت الصوره يلي اختاروها محبي النجمه هيفا. فينا نعرف شو رسمت بوقتها؟ اي دور عسليه؟ اي بس اي صوره منهم بتذكر؟ هي هيك فلتة شعرها وحاطة ايدها هيك على خدها بهالطريقة. هن اللي اختاروها اكيد بالتصويت طبعا. بس اللي حلو اللي عم بيصير انه التصويت عم بيكون كثيف، عم بيكون كتير تصويت كثيف، وهيدا الشيء عم بيبين انا مدى تأثيري على الفانز ومدى حبهم لشغلي. قد ايه السوشيال ميديا عم تخدمك اليوم شهر بالحلال من خلال رسوماتك؟ عم تفتح لك ابواب اكثر؟ هي السوشيال ميديا اساس كل شيء، بس بدك تعرف تستعمليها صح، بده يكون عندك الشطارة وبده يكون عندك الحظ. يعني أنا لو ما الفنانين أو المشاهير دعموني ما كنت يمكن قدرت أوصل لهون. فهذا كله بيلعب دور. لما ترسم وجوه الفنانين والمشاهير قد ايه هذا الشيء بيعطيك دعم أكبر؟ قد ايه هذا الشيء بيعطيك اندفاع أكثر حتى تستمر وتتقدم؟ لأنه لما بدك ترسم وجوه يعني بنلاحظ أنه في كثير فنانين. مظبوط. وبنلتقى بكثير فنانين بيرسموا بورتريات أو وجوه لعامة الشعب، يعني مش لحدا كثير معروف. ولكن ما في ميزة بتميز الرسام مثل ما بتميز شرب الحلال. شرب الحلال بنلاحظ عندك أنه بتقدر حتى بالرسمة تبعك تظهر او تبين اكثر عمق النظره او عمق الاحاسيس، يعني حتى اداء التفاصيل التجاعيد او الاكسبرشنز يلي موجودين بالوجه انت قادر تنقلهم على الورقه، بنحس الصوره عم تحكي. مزبوط، هيدا الشيء اللي بيميز. كمان دعم الفنانين، يعني الفانز هن دائما انا بقول انه الانسان اللي عنده جماهيريه هي الناس اللي بتصنع الفنان. طالما الناس حبتك طالما انت مستمر. كمان بحب وجه تحية للنجمة الفنانة ليال عبود اللي ولا مرة يعني برسم لها شيء إلا ما بتضج بالإعلام والصحافة بتكتب، وهي شخصيا بتنشر وبتحكي. كمان بوجه تحية كتير كبيرة لفانزاتها من ستيف وتحية لسارة اللي هني كمان دايما واقفين حدي، يعني هني الفانز والناس اللي بيحبوك. كمان الصحافية مثل محمد شعيب هني كتير بيبوشيو بيدفعوك للأمام. بيدفعوني. وكمان تحية للفنانة نانسي عجرم كمان اللي هي كمان وقفت حد بفترة طويلة. فالفنانين بس يهتموا بشغلك. مؤخرا النجم المصري حمادة هلال حط بروفايل بيكتشر على انستغرام شغلة، فهيدا الشيء بيعطيك حافز انه انت شغلك عم بيأثر، انه انت بين كل الرسامين بالدول العربية عم تقدر تخلي هذا التأثير بالجمهور وحتى المشاهير نفسهم. يعني أنا عم ضيعك شوي هلأ بالحديث بينما أنت عم ترسم، عم بياخد من وقت الرسم حتى تقدر تجاوب على الأسئلة، ولكن بدنا نستفيد قدر المستطاع من وقتنا معك شربل. مثل هلأ عم نشوف بلشت تبين شوي هيك، بلشت توضح أكثر الصورة، الملامح بلشت تبرز. أهم شيء أحوج بركز عليه. حلوين عزوي. شفت الإيفاكت بس تمنزج بين الديجراديشن وتداخل الألوان، كيف بتعطي هيدي السكن مش السكن الطبقة اللي بتبين عندي تموجات هيدي الشيء السر اللوحة. نعم. فالناس اللي بيسألوا كيف يبين معك هيك الشغل، ها هو مش بس هيك، يعني بتجيب اللوحة أو بتجيب الصورة كوبي بيست. يعني عادة الرسامين لما بدهم يرسموا بتحس شيء شبيه لإلك، ما بتحس انت حالك 100%، ولكن انت كانك يعني صورتني بالكاميرا وحطيتها قدامك على الرسم. اللي ساعدني بهذا الشيء الجامعه، اللي انت دائما دكاتره بالرسم هن عندك شيء اسمه بروبورشنز، عندك شيء اسمه تقاسيم، عندك شيء كل شيء بمحله بده يكون. يعني مثلا ابعاد بين العيون، كل انسان عنده بعد معين عن الثاني. في عندك الكويك دروينج اللي هي بتاخذ التقاسيم السريعه، اللي هي الوجه بيكون 1/8 من الجسم، وبترجع بتقسم الوجه لكذا اقسام وبتستعمل هول الاقسام كرمال تبيني هيدي. خلينا نشوف نحن هالاقسام كلها كيف عم بتبين.
ايه كفي شربل عن ان شاء الله يكون على ذوقكم. بعد ما شفنا شيء بدك تخلص قد ما فيك يعني، انا عم بلهيك بالحكي بس انت بدك لا ان شاء الله قد ما فيي بتطلع، وعلى كل حال يعني برجع انا بخلصها على رواق وبعطيك اياها للوحه، ما رح تروح دعان يعني. ما تفكر انه رح تفل من هون لما اخذ اللوحه هيدي رح ابقى هون رح ابقى هون لخلصها تكرم عيني كمان. شربل هل ممكن بيوم من الايام نشوف اللوحه 3 دي؟ يعني نشوفها كانها طالعه للرسم من الصوره؟ انا عم بشتغل بركي لانه انا معروف وصرت والناس عم تتابع شغلي، فانا بقدر اثر بهذا الشيء. فانا هلا شوي مهداني انه هلا انا عم بتخرج من الجامعه، فبعد ما اتخرج رح تشوف البدايه ان شاء الله يعني ان شاء الله يا رب. رح تشوفوا معارض اكثر، وفي كمان محكمه كذا حدا مشهور ان شاء الله كمان بنرجع باللقاءات ثانيه بنحكي عنهم اكيد. وكل توفيق لك شربل، ان كان بدراستك الجامعيه وان كان بهذا الاحتراف الفني اللي كان هوايه بالبدايه ولكن صار ابداع وعمل فني مميز جدا. رح اتركك تكمل اللوحه على رواق. بختام هذا اللقاء رح نرجع لعندك حتى نشوف وين صرت برسمتك. اكيد هيدي انا بركي بجرب هيك حط تاتش انا كمان بقدر انا لون كيف ما كان بدك. بما انه قلم التلوين قدام الاولاد شو بدهم يعملوا؟ بدهم يلعبوا قدام الاولاد. شكرا لك شرب الحلال، توفيق لك. ميرسي لك. رح اتركك اكيد بختام اللقاء رح يكون في لنا عوده لك تنشوف وين صرت برسمتك. ميرسي. ميرسي لك. مشاهدينا رح نروح لفاصل اعلاني صغير ونرجع لنكون مع الفقره الاخيره لليوم ساره وفاشن فاشن وساره كيروز. صباح الخير عن جديد، مثل ما وعدتكم قبل البريك رح نكون هلا نحن وياكم مع فقره فاشن تحديدا مع ساره كيروز حتى نحكي بتفاصيل الموضه اكثر. صباح الخير ساره. هاي فيها. كيفك؟ صفا انت كيف؟ منيحه؟ منيحه. يعني اليوم هيك على مود كل هو مع الفلو نحكي على الموضوع. اليوم رح نحكي عن التيرتل نك يلي على الموضه لهيدي الشتويه اكيد، يلي هو بيجي الكول اوف يكون اكيد. رح نشوف نحن سوماش كمان، ورح نشوف كمان البرادا شو قدموا هيدي السيزن بالمنز وير والومنز وير. ورح نختم بكمان ايدياز شو نزيد للوردروب تبعنا هلا بالشتويه بعد ما نخلص هول الاعياد، شو القصص المهضومه نكون عنا اياها بخزنتنا. اوكي كثير منيح. خلينا نبلش بالتيرتل نكس، شوفوا الوان وقماشات على الموضه لهيدي السيزن. اول شيء بقترحه لهيدي السيزن هو لون البينك الزهر الفاتح، موضة كتير لهيدا السيزن، ما تخافوا منه بالشتوية. بالعكس كتير عليه حلو. ايه معودين عليه العالم بالصيفية أكتر، بس ما تخافوا منه بالشتوية لأن كمان كتير حلو. رح نشوف كمان another style للتيرتل ناك يلي هو يكون ترانسبارون مع ليس، عم يشوفوه هلا المشاهدين، يجي شوي اذا بدك شفاف واسود مع شوية دانتيل او ليس اللي هو كمان هذا بنلبس بالليل مهضوم وبيطلع ظابط لهيدا السيزن. رح نشوف كمان من بعدها الاحمر فوالا بقماشه بتحسيها كثير هيك بتدفي وبتحسيها كمان كثير حلوه. اكيد فوق التيرتل نك بنحط جاكيت لانه سوماج ما بيزبط بالطقس اكيد، بس بهالطريقه مهضوم كثير بينلبس اكيد مع جينز بينلبس، نو نيد يكون اللوك كثير رسمي يعني يكون لوك لنهار اكيد سبورت 100%. رح نشوف كمان انذر ستايل اللي هو جيومتريك برنت، نلاقي كمان النقشات اللي بتجي جريئه شوي وبتحسيها كوبي بيست، يعني جيومتريك برنت بتحس كثير قوية النقشة، أكيد بينلبس مع قصص سيمبل من تحت يعني بنروح صوب الأسود أو لون واحد من البرنت الموجود، بس ما بنحط باترن ثاني، اتس كون بي يعني كمان بوجع لليوم. رجعت موضة التسعينات أكثر هون شوي، كان درجة زيجزاج أكثر كمان، فرجعنا نشوف هيدي القصص. معك حق إنه بهالشتوية رجعت هيدي الموضة وعم نشوفها كثير. هون بلشنا نشوف برادا شو قدم لهالشتوية، رح نشوف كثير الماتيريال اللي بتحسي نحن مسمين نيلون يلي هو عاده بنلاقيه بالامبرميابل بالجاكيت تبع اللي ما بتنجوي اكيد. أوكي. تحت الشتاء هذا الكوتي عم بينعمل، كان الكوليكسيون تبعه كله للبانتس للباجز للجاكيتس كله كان عم ينعمل بهالقماشه، وكان صار له زمان برادا ما عم بيقدم هالقماشه سبيشلي للشباب. شفناها بلون الاسود البلو مثل ما عم نشوف هلا كمان، بتشوفي انه في قصص كمان جريئه، رح نلاقي كمان الوان ثانيه، وبتشوفي كمان انه بطل في هيدي المشكله تبع انه كله سليم وعقد الجسم، رجعنا على موضه انه لا في يكون شيء اذا البف اكثر يكون اكثر 100% يكون اكثر فيه فوليوم. بس مش الكل بيتقبل هيدي الموضه يعني، مش مش الكل بيلبقله صحيح يعني، كمان في اجسام بنصحها كثير يعني 100%. ذاتس واي نحن دائما بنقول اوكي بنشوف كل الناس شو عملوا بالنقل اللي بيلبق لنا. هون عم نشوف الومنز وير كمان عند برادا انه كمان اقترح هالقماشات وهالموديلات كمان للصبايا هون بلون الابيض،
وراح تشوف كمان انه فوت نقشات بهيدي القماش اللي هي عاده نحن بنلاقيها كثير كاجوال وبتكون عاده بس بقماش الانوراك، يعني بنلاقي بس بيعملوا فيها وان كولر، لا هون حاب يشتغل باترنز ونقشات وعمل ميكس اند ماتش من نقشتين. عادة كتير صعبة نعرف ننسق، من هيك أنا كنت عم بقول وقت يكون التيرتل ناك كتير فيها نقشة قوية ما تلبسه من تحت نقشة تانية، مش الكل بيعرف ينسق مثل ما ببرادا عامل بالشو، ومش الكل بيحب هيك، يعني في ناس بتعرف تلبس ميكس أند ماتش من اثنين نقشات مع بعضهم وبتزبط معهم، في ناس بتحس إنه لا it's too much يعني تحس شو عملوا ما عرفوا شو بدهم يلبسوا من الخزانة طلعت هيك في انفجار مش بس هيك يعني. كان بعضهم غفيانين هن واعيين أنجأ وعيه أخذوا كم قطعة وطلعوا وجهن ولبقون لا معك حق مش دائما الميكس اند ماتش اذا بدك سيف يعني مرات كثير فيها نغلط فيه من هيك الواحد افضل يروح اذا في نقشه قويه بالبانتس او التوب الثاني قطعه تكون وان كولر ومحبس تتنقى من الوان الموجودين بالنقشه يعني نقشتنا فيها خمس الوان سواء اذا البنطلون او جيب وحده من هول الخمس الوان مش لون سادس يعني أوكي. هلا عم نشوف نحن ايتمز شو نكون عم نزيد بالوردروب تبعنا هلا بهالسيزن من بعد الاعياد لانه اكيد بعد نوال وفالونيس كلها كانت عم تلبس بايات وكل شيء هلا كله رجع عن شغله وبطل فيه يلبس بنفس الطريقه وبنفس الوقت ما بده يكون تيابه او اللوك تبعه كثير مغمق وكثير غامق لانه شتويه سو في كم ايتمز فينا نضوي فيهم اللوك تبعنا اول اقتراح هو نلبس فلورال ايرينجز يعني البودوغاي اللي بيجوا مع شيبس فلاورز اول شيء ما لازم تعرفوا انه عن جد هيدي على الموضه بس شتويه كمان فكره الفلاورز شتويه وصيفيه بحب بس لانه عاده معودين الناس انه كل شيء خاصه بالفلاورز نقشات الفلاورز بيكونوا بس صيفيه لازم يعرفوا انه كل الديزاينرز فوتوهم بالشوز تبعهم كمان لشتويه سو هون عم نشوف كمان انه الايرينجز الطويله الملونه على لون اصفر فيها يعني نزيد اكسسوارز ملونه ما نخاف ومش دائما نروح على الاساس السيف يعني مش غلط وفي منهم عم بيكونوا معمولين من صوف كمان إيه انا جبت منهم كثير حلوين وهلا رجعت موضه الحلق الطويل صح هذا بقول انه حلقه طويله رجعت موته والالوان القويه يعني شو ما كان القماشه اذا انت جبتيهم بهالطريقه حلوين كمان يكونوا ملونين صحيح مش انه روح دغري الوان لون واحد لا 100% اكيد يعني أوكي. زهر وازرق وهالالوان وخاصه بالشتاء الناس بتنقز منهم لا موجودين وبالصوف بالزهر والازرق 100% هلا بنشوف كمان السلك كوت انه كمان انه الجاكيت تبعنا اللي فيها نكون عم نزيدها بهيدي السيزون فيها تكون ملونه ما تخافوا من الالوان كمان بالمونتو تبعكم ديجا اللوك تبعنا مرات بيكون غامق بالشتويه ما ضروري كمان انه المونتو يكون غامق فينا نكون بلون وما تخافوا كمان تقولوا كيف بدي لبقوا على تيابي بالعكس المونتو دائما بيطلع كثير حلو باللون الاحمر لونه بيعقد شو ما كنا لابسين بيلبق ما نعطى الهام يعني الجري او الاسود او الكحلي أو ابيض كله او ابيض كله حتى الالوان يعني ما يخافوا كثير صحيح هون عم نشوف كمان الكولورفل شيرت كمان كثير على الموضه هالشتويه مش تقولوا لي صيفيه بالعكس كثير على الموضه وميكس اند ماتش وباترنز بيطلعوا كثير حلوين مع لايت بانت لون واحد البنطلون غريبه هالشميز ايه غريبه كثير بس هيدا الستايل رح تلاقوه بكذا محل يعني مش بس بمحل واحد ورح تلاقوا انه الالوان القويه كمان كثير موجوده برجع بقول لكم حلو نكون عم ننسقها بطريقه ريكزه شوي اوكي عم نشوف كمان انه شو فيكم كمان تلبسوا بها شتويه اللينن كمان باللان اكيد البليزر والبانتس بلون اللافندر لون اللافند كمان هلا بيعقد يعني الباستيل كمان ما تخافوا منه كثير حلو بالشتويه وبيضلوا معكم لاول يعني في الربيع مارس بيفيد 100% وكمان انه فيه هيك هذا اللون بيريح عرفتي منه هالقد مفرقع ومنه كمان بايخ بيريح النظر ايه 100% اكيد وقت نلبس هيك لوك بنجرب انه الشيرت تكون وايت او بيج ما نفوت بكثير الوان هلا عم نشوف البروكيد بومبس يعني الشوز بيجوا كمان مخيطين امبرويدريز كمان كثير حلوين على لون الجولد مع الموف دونك فيهم يكونوا الشوز تبعنا كمان فيهم هذا الشيء شوي بيضوي اللوك تبعنا ما يكون كثير ركزين او بلون واحد رح نشوف كمان الشيرت الجاكار بنسميها نحن كمان السلك يعني بالسوار اذا بتعرفوا انه السوار كمان كثير كثير موضه لهيدي السيزون هون بتشوفوا في لونين مع بعضهم بلو وجون عاده نحن ما بنشوفهم سوا لا حلوين احلى لونين كثير حلوين ايه بس الناس مش كلها معوده تلبسهم سوا بس هن كثير حلوين مع جينز من تحت او وايت او بلاك اكيد شيء سيف يعني ما بنفوت بلون ثالث من تحت او بصير اللوك كثير مزوزة اكيد بس وقت نكون من تحت بلون ثابت وكلاسيك بصير التوب فيه يكون فيه لونين هيك رح نشوف من بعدها كمان الباج اللي بيجي الليذر كمان مع الفرنجز كمان هيدا مهضوم بيعطي ستيل لللوك تبعنا وما بيكون كتير سيريس يعني نحن عم نجرب انه نزيد ايتمز بيخلوا اللوك تبعنا يكون فانكي شوي حتى لو عم نحكي اسود لانه الساك مرات في ناس بيقولوا بدي يلبق مع كل شيء ما بدي اجيب مليون لون مليون ساك حتى لو بده يكون اسود خليه يكون عليه في شيء قماشته مهضومه في حركه فرنجز في حركه 100%
رح نشوف كمان الجاكيت السلك الاخضر، عم نشوف السواق اللي عم بينعاد. بس كمان الاخضر لازم تعرفوا بيه هالشتويه هو توب اوف ذا، يعني عن جد يعني من كل الالوان هو توب كولر ذا سيزون. بس هيدا الاخضر ساره، هيدا الاول ايه بتحسي فاجغ دا، يعني بتحسي كمان سوبر صيفي. هيدا هو اللي هلا عم نشوفه بالشتويه بكل الفاشن شوز. وكمان ما نخاف منه لانه اذا ملبوس مع وايت بيج اسود جري يعني ما بيخوف، بينلبس مع كذا لون كمان بيطلع مهضوم وكجاكيت مهضومه. حتى الميدي دراس مع فلاورز فيكم تلبسوها هيدي السيزن، يلي هي بتجي مثلا تحت الركبه اكيد وكم طويل، حلو يكون فيها الفلاورز، ما ننقذ منهم بهيدي السيزن. الالوان فيهم يكونوا اللي بدنا اياه، هون مثلا في الفوشافات مع الاسود والابيض، في يكون عن كحله، في يكون لون اللي بدنا اياه، بس ما تخافوا من الفلاورز. بتحسها مثل كانها الفستان تو بيسز، يعني بتحسي طايقه التنوره والشميز. هو لانه نقشه الفستان خليته ينقسم هيك فيجولي، لانه فيه أوكي. لونين، لو كان كله لون واحد ما كنت بتحسي انه مقطوش هالقد، بس يعني هيدا اصلا تيرفع الجسم. هيدا بيرفع الجسم، بيعطي طول، بيعطي قلان اكثر، بيعطي قلان اكثر، بيرفع الجسم وبيفرجي الخصر اكثر من هيك. اذا لك ليه، لانه اذا برنت من فوق لتحت نفس الشيء بينصح البرنس أوكي. لحاله، بس تقسمي هيك بلونين باي ديفولت بصير يخصور اكثر. وطايقه بعده موضه؟ ايه بعدها موضه، بعدها موجوده. هون عم نشوف كمان اخر شغله بينزاد بهيدي الشتويه هي الكاب اللي بتجي بلانكت كيب بنسميها، بتدفي كثير، بنفس الوقت بتنزاد فوق ثيابنا وما بتاثر علينا، بنضل نحن كثير مرتاحين باللوك تبعنا. فيها تكون على لون باج تكون سيف وتلبق على كل شيء عندكم اياه، وفيكم كمان اللي على باله يشتري اكثر من وحده يقدر يكون عم يجيب الوان تما يكون كمان كثير لون واحد كلاسيك. بس يلي بيحب يختار وحده افضل تكون بلون يلبق شوي مع كل ثيابه، لانه هي عم تنزاد وراح يضل يبينوا ثياب تحتها غير الجاكيت. جاكيت بتسكر ما بتقشعي تحتها، هيدي بيضل يبينوا الكمام، بيضل من فوق. فاذا بدنا اياها براكتيكال افضل تكون بالوان كلاسيك. ذكر هيدي كاجوال اكثر، يعني كاجوال ايه، يعني في كثير اشخاص بيلبسوها بالبيت اكثر ما يظهروا فيها. ليكي وفي ناس بيظهروا فيها لانها كثير بتدفي، هلا كثير موضه بيلبسوها فوق ثيابهم كثير بتدفي وبيضلوا رايحين بنهارهم. هي الفكره كيف نلبسها وشو ممكن لابسين تحتها تتعطي اذا بدك انه مش بالبيت، تتعطي انه نحن عن جد لابسينها جاست كاستايل. That's why. هيك شفنا انا وياك اذا بدك راوند اب، شفنا شوي التيرتل ناك شو الالوان اللي حلوين هيدي السيزون، شفنا شوي برادا كمان شو اقترح لهيدي الشتويه، وشفنا كمان شو الايتمز نزيدها كمان للوردروب تبعنا. قد ايه بعدها موضه ساره كل التيشيرتس البرنتد بعدها موضه؟ ليك السلوجنز قطعوا هديك السنه كانوا اكثر بيك، يعني صار كل الديزاينرز بدهم يقولوا مسجز ويعبروا عن قصص، هلا راقوا شوي. وهلا بنشوف بفرنسا سون، هلا لو 22 بتبلش الفاشن ويك تاع فرنسا، رح نشوف كمان شو بيقترحوا الديزاينرز للاوت كوتور تبع الصيفيه الجاي، وبنشوف شو رح يقولوا لنا، لانه انا اكيد رح اكون هونيك وبس ارجع من الفاشن ويك اكيد بكون جايب لكم صور، وبنشوف اذا رح يكون في سلوجنز. بس لهلا ما مبين انه في كثير سلوجنز. لحقتي ورحتي على فرنسا ورجعت تجيبي لنا بس صور، جيبي لنا معك شيء من الفاشن ويك. ايه اكيد اكيد رح اسرق، رح اسرق كام لوكس وجيبهم او شي ديزاينر مثلا جيبي معك لعندنا هينه ضبه بالشنطه. شكرا لك ساره كيروز على فقره فاشن لليوم، هيك اعطيتينا فكره مختصره شو ممكن نختار ونلبس بطريقه مميزه وشو على الموضه كمان. صح، ميرسي لك ساره. مشاهدينا رح نروح احنا وياكم هلا لعند شرب الحلال حتى نشوف وين صار برسمته، يعني عم بجرب يقرب الصوره اكثر، عم بجرب يرسمني تحديدا مثل ما شايفين الصوره طبعت له اياها موجوده بين ايديه وهو عم يرسم قدامه على الورق. شربل خبرني وين صرنا؟ فيكم تشوفوا؟ يلا كفي على رواق انت. تقريبا عم خلص الوجه، يعني شهلت فيها بعد عند الشعر. يعني تقريبا بلشت هيك ملامح الوجه تظهر اكثر، صارت اوضح. صح. يعني حتى لون العيون شربل قادر كمان انت، هو بعد ما بين واضح معك ولكن الطريقة يلي بترسم فيها العين بتحكي. ثانك يو. ثانك يو. تقريبا هيك رسم شرب القد ايه بدها معك وقت اذا بدنا نحكي بطريقه بروفيشنال وبدنا نحكي مش على السرعه ومش لضيق الوقت؟ بحدود السبع ساعات لثمان ساعات. نعم. يعني بتاخذ حقها مزبوط. هلا من بعد ما تخلص شرب بدك تجرب تغمق الباك جراوند او الخلفيه تبع الصوره؟ يس يس، رح اعطيها افكت غامق اكيد. تتبرز يعني الوجه اكثر؟ مزبوط. تطلع الالوان لانه تبرز لقدام، يعني فلاجرونت، يعني تصير فلاجرونت. شو اكثر الالوان اللي عم تستعملها بهيدي الرسمه؟ هلا انا بستعمل اكثر شيء الالوان الخشبيه مع القلم البيك، وعم حاول قد ما في ادمج بيناتهم، سو الدمج اللي عم يطلع كثير عم يطلع حلو، ما بعرف اذا عم تقدر تشوفه. عم نشوف نحن كثير منيح، فعم يطلع افكت كثير حلو بوضوح. فهيدا اللي انا عم اشتغل عليه هلا حاليا. اوكي. و...
كمان رح استعمل شوي الفوتر بمطارح كرمال قوي الضربة، رح استعمل شوي الفوتر. داكور، رح اتركك عم تشتغل شربل، بس انا بدي اعرف منك اكثر، انت وعم تشتغل ما توقف رسم، نحن بدنا نستفيد قدر المستطاع حتى نشوف الصوره خالصه ولو جزء منها على الهواء. مثل ما كنت عم بتقول انه بتستعمل كذا شغله حتى ترسم، يعني ان كان الفاتر، ان كان قلم الخشب، ان كان رصاص، او حتى يمكن ايام بتضطر تستعمل الكوتونتيج او اصبعك مثل ما ذكرت حتى جرب تعمل شادوز او خيالات بالرسمه. شربل رح تطلع الالوان هي ذاتها مثل ما قدامك بالصوره الاكاتر، ولا رح تجرب تغير الالوان او تغمي او تفتح اكثر؟ هلا بتطلع تقريبا يعني 80% مثل الالوان، بس دائما الماتيريال اللي عم تستعمليه هو اللي بيعطي الطابع الاكثر. يعني اذا عم تستعملي مثلا خشب بيعطيك الايفكت تبع الخشب، اذا عم تستعملي زيت كمان نفس الشيء. بس اكيد انا قد ما في بحاول اخذ اللون اللي عم شوفه، بس اوقات بلاقي الوان قريبه، بس ات ذا سيم تايم دائما بروح الصوره، يعني بضل يعني ما بطلع لبرا. نعم. الا اذا كنت قصدها انه اعملها بهالطريقه، اذا كنت قاصد مثلا تبرز شغله اكثر من الثانيه او تغير بالصوره، او يكون في عندك مثلا بروجي معين بدك تهدف من خلاله حتى تفرجي شيء ثاني. مزبوط، هيك بتكون يمكن عم تشتغل او عم بتجرب تغير اكثر بالرسمه يلي موجوده. شربل، انا بدي اشكرك، بدي اشكر وجودك معنا اليوم باحلى صباح. بعرف كثير منيح انه الرسمه بعد ما خلصت، بعد بدها شغل اكثر بكثير. انا ناطره اشوف نهايه هيدي الرسمه، واكيد لو بدها وقت اكثر من هيك بكثير، يعني انت اذا موجود معنا ومش قادر تخلص بتروح فيها على البيت على رواق وبترجع بتبعت لي اياها شربل. تكرم عينك. اكيد يعني، بس لهلا فينا نقول انه بينوا الملامح، يعني فينا نعمل مقارنه بين الصوره الاصليه واللوحه، لانه صحيح. تقريبا الوجه بلش يبين. صحيح، فهيدا قدرنا نوصله يعني اتليست. يعني قد ما بنقدر خلال الوقت اللي نحن مسموح لنا وملزمين فيه، قدرنا نفرجي الشغل يلي حضرتك شربل بتجرب تبرزه على طريقتك، وانت مميز فيه جدا. كل التوفيق لك. اكيد مثل ما ذكرت قبل بدي ادعي لك كمان توفيق بدراستك، ان شاء الله بتتخرج قريبا، وكل التوفيق لك بمسيرتك الفنيه، نجاح من نجاح لنجاح وتالق زايد بتمنى لك. بدي اشكرك شربل كمان مره، ويعطيك الف عافيه. مشاهدينا نحن وياكم وصلنا لختام لقائنا الصباحي لليوم، موعدنا بجدد اذا الله راد بكره بحلقه جديده. الى اللقاء.